داون ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح ازاي نحط اعمدة. ماشي، دي دي ايه انتر، ده الامر ده بيثبت الدايمنشن على الرسم. بعد كده سيلكت بريفيوس وشيفت عشان تعمل ان سيلكت، اهو ان سيلكت. ماشي، كام بلوك اي حاجه. هنخش جوه البلوك ده. ماشي، هقول لك ليه هنخش جوه البلوك ده، عشان تبقى شايف ايه اللي بره وايه اللي جوه. ماشي، تمام. دلوقتي هتعمل، هتدخل، عايز تدخل اي حاجه من بره تدخلها من هنا، عايز تطلع اي حاجه من هنا من السالب ده موجب تدخل السالب ده، تطلع اكس ده ديليت اكس ده، تقفل البلوك من غير ما يسيف. ده بيسيف، بيسيف الرسمه بتاعتك. حلو، دخلناه والشمال اليمين دخل. ماشي، فاضل الاكسسوارات اللي هي ماشي. بعد كده نسيف كده، دخل العمود بتاعك طبعا، سيف، تطلع ورا البلوك، كنترول اس اي حاجه، كنترول اس على طول بقى ده معاك البلوك. ماشي، لسه ما عملناش اي حاجه، بقيت الرسومات اهي ما فيهاش اعمده. طبعا احنا ده معماري كوبي من الاساس، ده كان المفروض، ده طبعا انا اللي حاطط الاعمده دي. هو هيجي لك من غير كده، انا فعلا البتاع دي المشروع ده ما كانش جاي، كان جاي لي من غير اعمده دي فيل. ماشي، نجيب ده كده كوبي، النقطه ثابته، المفروض يتاكد ان هي موجوده في كل اللوح المفروض يعني. اهو العمود جه في مكانه، مش عارف بس دي اتمسحت ليه. ماشي، نجيب الكلام ده من نقطة ستة اهو، اللي هي الكور. المفروض احنا دلوقتي لسه معندناش كور. ماشي، جبناها هنا خلاص اهو، تحطها معماري. ده معماري، اه ده معماري، ده معماري، ده انا ده المعماري انا، يعني هو انا جبته وعملته كوبي هنا عشان نشتغل عليه من اول وجديد. ده اللي هناك دخل اللي هو الخلصان. بس دلوقتي انا لو حطيت اعمده هنا هتعدل في كل اللوح. تمام، ازاي؟ اهو ايديت بلوك ان بليس، تفرق طبعا عمود 30 في 50 30 في اي حاجه. ماشي اهو، بناء عليه بقى اي رقم اهو، روتيت اي حاجه انت لسه ما صممتش. حلو، بس برضو حاول تجيبه في رينج معقول، يعني مثلا 6 ادوار، شوف هيطلع لك كام. 6 ادوار مثلا هيبقى بره 60 وجوه 70، حلو هيطلع لك كده. فانت وانت بتحط في الاول تكون عامل على حسابك على كده، بالحاجات دي ما بتجيش غير بالخبره. مثلا اهو هنحط عمود هنا، طبعا لازم يكون ايه زي ما هو عملها لك. بص اكس ال ده بيجيب لك اللي هو الكونستراكشن لاين، اللي هو ده يجيب لك خط ما لا نهايه. حط العمود ده على نفس الخط عشان التأكيس يبقى 6 سم. حلو، تمسح ده. طبعا عايز عمود في طرف الاطراف المبنى كلها. صحيح، ده الف به يعني، لازم تحط أعمدة في أطراف المبنى. المفروض أصلا تبتدي من المتكرر. ماشي، احنا هنحط دول ونسيبهم ونطلع فوق، يعني وانت بتحط الأعمدة تبتدي من المتكرر أصلا، وحوالين المناور أو حوالين السلالم. فأنا هحط ده الحاجات اللي هي الثابتة، بعد كده نطلع فوق نشوف احنا هنعمل ايه. تحط ضرب العمود في اتجاه البحر الكبير. تمام، عشان لما قطعه يكمل معاك وتجيبه القطاع بتاع التصميم يقلل الديفليكشن، يقلل من الديفليكشن ويقلل البحر والحاجات دي كلها، ويقلل الكاميرا لما الكاميرا تقل. ويقلل الشنك بالظبط كده، يقلل معاك الحديد والحاجات دي كلها.
بس نطلع بقى في المتكرر ونشوف هيحصل ايه. قفلنا سيفنا البلوك وطلعنا، اتحط على كل اللوحة اللي احنا عاملينها كود ماشي. دي لوحة الدور المتكرر، ودي لوحة أخرى في السطح ماشي، دي لوحة الدور الأرضي. فاحنا هنشتغل على الدور المتكرر ده. نبتدي بقى نحط أعمدة ونشوف الفرنج من 3 ل 6. ها انت عايز تحط فين؟ عايز تحط أعمدة فين؟ خلي بالك انت قبل ما تشتغل لازم تجيب حدود الدور الأرضي، تجيب حتى الحدود بتاعة الدور الأرضي عشان ما تحطليش عمود في الكابولي. صح، فاهم حاجة؟ اها. يعني احنا هنجيب ادي حدود الدور الارضي من تحتيه اهو ماشي، ريكتانجل اهو المفروض، او بولي لاين يعني. لو كانت الحدود بتاعتك مش ريكتانجل فانت هتجيبها من بولي لاين. صوبي النقطة ثابتة، طلعوا المتكرر نازل له. طيب اهو اللون الاحمر ده الاخضر ماشي. اهو هتخش جوه البلوك، اختفى اهو ماشي. انت ممكن تحط عمود هنا، وطبعا ضربه فين؟ ضربه كده عشان فيه الشبابيك. تمام، تقريبا الامور واحده ما بتتغيرش. ما هو خلاص طالما انت عرفت البتاع خلاص. ها في أعمدة تانية بحيث نحطهم على أكس واحد ولا لأ؟ لأ مفيش، يبقى خلاص يبقى تحط، هنحط هنا أكس وده يبقى أكس نص في نص العمود بالظبط. حلو حلو ماشي. ممكن نحط واحد هنا برضو تاني، أو ممكن نحط الأكس على وش العمود. ممكن أي قابلتها ممكن، بس مش هتفرق يعني نص العمود. تمام، أنا مش لتنسيم أي حد، أهم حاجة يعني بتحاول تسهيل التوقيع جوه الحيطة وخلاص. عمود مثلا اهو، نشوف من 3 ل 6 رأسي وأفقي ومايل وكله ماشي. يبقى انت محتاج عمود تاني اهو. ماشي طبعا معقول، انت مش هتعرف يعني مش هتعرف تحط عمود تاني لان في شباك. بس انت شوف، انت لسه عندي مش من وش الوش، انت من وش الوش. ماشي ماشي، ما هو ده كمان يعني ده كده رينج معقول جدا. كمان لما ده هيكبر، لما ده هيكبر كمان قابليات وامرها بسيطة عامة وكده. شغال صح؟ شغال ماشي كده، الرينج بتاعنا زي الفل هنا اهو. وأصلا حاجات مهمة أنت مش واخد بالك إن هي مهمة، لكن هي غاية في الأهمية. جالك أعمدة كده، وأنت عايز لقيت إن البحر كبير فعايز تحط عمود تاني، لازم تبقى فاهم اللي إحنا بنتكلم فيه ده. طيب إن شاء الله أرجع في يوم تاني كده أهو، نرجع هناك بتركيز عشان فاهم قدام حاجة هعملها كده، بس حاجة خاصة ماشي أهو. نبتدي بقى نحط في الاتجاه ده نفس الكلام، نفس القصة. نجيب بقى رأسي وخلي يبقى 50% رأسي من الأعمدة وخمسين في المية أفق بقدر الإمكان، كل ده بقدر الإمكان. معلش قواعد يعني، ما يعني بالذات هيفيدك الموضوع ده في الزلازل، عشان يعني الزلزال اللي ولد من تحت يلاقي 50% يقاومه في الاتجاه ده، لو الزلزال جالك من الناحية التانية يلاقي 50% من الأعمدة بتقاومه في الاتجاه التاني، ولو الزلزال ما جاش يبقى الخطة بسيطة. ماشي اهو، برضه انا عملت كده ليه؟ عشان يبقى على الحيطه، عشان يبقى 6 سم ما تسيبش حته هاكس كده. صح، قوم رافع ماشي. طبعا عايزين بتاع عمودين او عمود عشان مسافه كبيره، لو حطيت عمود يبقى هتوسطنه، يبقى هيجي في نص الاوضه مثلا، فانت هتحط عمودين عشان يبقى على الحائط كده. بس كده ممكن مسافة تقل عن 3. لا هنقيس قيس كده وش لا دي هتعدي 3 2 2. دي ممكن تبقى 3 أول كده كومبايند.
ماشي ماشي مش مشكلة. ودي غير 62 دي، دي 2 برضه. كده كومبايند كومبايند. ماشي سيبها بقى دلوقتي ونشوف هيحصل ايه في الباقي الادوار. حلو، ونشوف هيحصل ايه في العدسات، ودي الاهم. ماشي ماشي، اهم حاجه بس في باقي الادوار، لان احنا ممكن نشيل اصلا من العميده دي. هل ده كده ينفع؟ كل ده ينفع ولا لا؟ مش مفتوحه، لا ما ينفعش. المسافه دي كده لازم لازم هنا عمده تاني. حط بقى عمده زي ما انت عايز وشوف في بقيه الادوار اللي هيحصل. سيف بس الكلام ده كنترول اس على طول. كده احنا الملحوظه عامه فهمنا، او حط العمده كده ايه؟ والله احنا لسه ما عندناش حاجه. صدقني. في كلام تاني؟ طبعا. قول يا باشا. نحاول بقى نحط اعمده في المنطقه دي. ماشي؟ هنا طبعا في ايه؟ فتح نحط فيه. تمام، عشان نحط عليهم قمر. حلو. ها المسافه بقى كام؟ رينج معقول. معقول. رينج الافقي ايه؟ الراسي. رينج الراسي يعني ايه شكل؟ واللي فوق 5 15 حلو جدا. وبين ده واللي فوق فين؟ كمان ده واللي ده؟ فوق. برضه رينج معقول شبهه زيه. ده وده رينج هو زيه 5 متر 12. حلو. ده تقريبا زي ده. حلو. طيب ايه المساحه دي كده؟ بس نقيس بقى من هنا لهنا، ده 8 متر. ده كده جديد، ده هيطلع لك بص الحته دي كده مفرشحه خالص. كمان ده اول ما بتقاس؟ ما الحته دي كلها بالنظر كده، بالنظر كده كبيره كبيره جدا. كبيره واضحه. هترخم منك جامد. نحط عمودين طبعا، لازم نلف. تمام، عشان نضرب اهو. زي طبعا الناحية التانية مفيش كلام، اهو لو قسيتها هتلاقيها كبيرة. لازم نحط واحد هنا. اهو كده بقى كله تمام، بس طبعا تحت مش تمام. نفس القصة فرشاحة. شايف اهو اهو، معنى من دل ده فرشاحة رهيبة، ومن دل ده برضه فرشاحة رهيبة. بص 8، ده طبعا حاجة كبيرة جدا. اقول انزل نجيب ده كده. ماشي، هنحط واحد هنا. ماشي، واحد هنا. حلو، ونشوف تحت ايه اللي هيحصل. كده تقريبا كله تمام. طيب بالنسبه للفرشاحه دي، لا عادي، في هنا عمود، مش هتقسم من هنا، هتقسم من هنا. في هنا عمود قطع القصه دي عادي. ماشي كويس. من هنا لهنا عادي. امين. انا حسيت تجربه فعلا صح؟ عشان اوضه صغيره. يبقى شغال وافتح الشباك برضه. يلا الاوضه. ما هو ده للأسف البتاع ده على السرير. هو السرير ما حدش بيساعدنا. المهم تطلع بقى اهي هنا في ال ده غرف سطح. ماشي، ده البدروم اهو. ده كده البدروم، ده غرف البدروم هتعمل حتة سندة. ماشي، ده أول حاجة. عايزين نتأكد الأعمدة بتاعتنا دي طلعت بره ولا لأ، عشان الدور الأرضي. أهو الدور الأرضي، الدور الأرضي كان ورا، فاحنا كنا احنا ما كناش عاملينها مظبوط. ده كده كان بتاع المتكرر. ماشي، فاحنا هنعمل ايه بقى؟ شايف شايف كده، شايف مدخل البيت في عمود هنا عامل ازاي؟ احنا الحدود بتاعتنا مش هنا بقى، كانت الحدود الاولانيه دي. فاحنا لازم كل ال كل الاعمده دي اهو، هي البروكن بليس، نطلعها كلها لحد الحد بتاع الارض. بس برضك ما زال العمود ده في المدخل. هندخله لا في المدخل.
بعد السلم بس قبل البواب. ايوه الله عليك صح. 10 10 هيام فيه يبقى هنشيله خالص خالص. تم كده مسافري كبر مسافري كبيرة. ماشي مسافة دي 6 متر. حلو انت ممكن تدرسها انت ممكن تدرسها ماشي. بس احنا ممكن ندخله كده شوية ماشي. ندخله لحد الحد بتاع الايه اهو كده موف اهو لحد هنا ونعمل كده الاصفر ده ونشوف هيحصل ايه. سيف ترونس طلعوا بره اللي بتاعه ماشي. ده كده المتكرر. يبقى احنا كل اللي احنا هنعمله هنرجعهم تاني من هنا. تمرجع الحاجه بسيطه دي اهو عشان مفيش بلكونه. هو مش هينفع نطلعه بره كده. المسافة دي بقى كام؟ 6 8 6 مش عارف كام ماشي 6.5. وتبتدي بقى تشيك على الحتة دي ديفليكشن في الموديل بتاعك. تزود تخلي بلاطة لحد ما تسيف معاك. حلو. بس انت مش هتقدر تعمل فيها حاجة كده. ملهاش حل غير كده. ما ينفعش العمود عشان ما كملش. انا فاهم. عمر عايز يتكلم عليه. ماشي عشان تعرف تحدي بس تشوف ده على محادثته ولا لا. هنشوف العمود اللي انت بتتكلم عليه ده. شوف ده. ده كده خرج السلم. ده أول حاجة، ده أول حاجة زي نعالجها. ده. العمود على أكس واو ماشي. واو أهو بس نفس السلم في الأرضي. هنا مش مشكلة. بس هو لازم يتحرك من تحت، تمام؟ فاحنا هنحركه من تحت، لو حرك غرفة النوم يعني عادي جدا. مش لازم يبقى على الحيطة يعني. تمام. أهو أهم حاجة السلم بتاعنا. أهو. المسافات بقى وتغير لونه. انت طبعا عارف ان هو على اكس واي مثلا اهو عشان نشوف هو حصل له ايه فوق السلم. هو مظبوط واوضه النوم مش مشكله. ممكن يعمل هو ايه يبقى عامل قفل الحته دي بركبه كده. يبقى الحته بتاعتك تبتدي كده ما عندش اي مشاكل. مش عالجنا ده ماشي. بص تحت كده شغال مية مية. بس نزول الأرض مش مشكلة. فين بقى فين العمود اللي انت كنت بتتكلم عليه؟ كان ده بص شايف المدخل في الدور الأرضي؟ مينفعش لازم ترجعه لحد لحد ما يبقى كده يطلع بره عند حامل السياره. هنشوف انت متغير ضرب. هنشوف اللي هيحصل. تمام مفيهوش أي مشاكل. اهو نشوف لما نعمله كده ايه اللي هيحصل. ما دخلتش فيه ولا حاجه بس قفلت السكه دي. بس خلي بالك لو قلبنا ضربه لو قلبنا ضربه طيب رجعنا مكانه. هو ده كده. خلي بالك حد الدور الارضي من هنا. احنا مش عايزين نطلعه بره من فوق. لو طلعناه بره من تحت ممكن يقفل لنا الحته اللي هي يعني هيبقى شكل وحش قوي كده صح. لا احنا نرجعه مكانه الاول ونقله بضربه. نحوله دائري. نحوله دائري منين؟ من تحت يعني. نرجعه مكانه نحوله دائري. نرجعه مكانه الاول. احنا على فكره عملنا شيفتنج. رجع الشيفتنج ده تاني وبعد كده اعمله دايري. هيبقى البروز شكله حلو. تحت عند عامل سباق فاهم قصدي؟ اصبع برضه انت مفتوح. الحتة دي كلها يعتبر ماتت. ماشي استنى بس كده هنشوف. وطبعا مش هيبقى ينفع الرز بتاعه من بره فاحنا لازم هندخله من هنا كده. كله بره. اهم حاجه بس المدخل اللي داخل في المدخل كده ده اللي معانا دلوقتي الاحمر ده. ماشي يبقى كده مش شايفه. في الملابس مفيش اي مشاكل. لما يلاقي حاجه بارزه مش مشكله. حلو. ممكن يبقاش في المدخل. ممكن يتعمل كده ماشي. لو عايز تعمله دائري زي ما انت بتقول عليه مفيش اي مشاكل هيبقى شكله احسن.
عادي يتعمل دايرة عادي في طب مفيش أي مشاكل. جرب كده. هنعمل مثلا سي 40 يبقى سي 1 2 كاش قبل ما اقول دخل ميمي نحاول يعني ممكن نسيبه كده ممكن نشفت ممكن نشفت الفيلم حتى لو شفت تحت يبقى شكله كويس بس زي الفل ممكن بعد كده يتزخرف كويس جدا تشطيب حلو تمام ماشي البدروم بقى لازم يتعمل لها حتة سنة تصميم كده بقى عشان نبقى عارفين لازم يتعمل حتة سنة عشان هو بيبقى ساند يعني في حفرة زي في الإنشاء اللي هي دي على حدود البيت كله بالظبط نرفرفها على حدود البيت كله انت بس هتبينها هنا بس الأول يعني انت فين البدروم؟ ادي البدروم دور الأرضي بقت البدروم ماشي هنعمل حيطة سنده كده بره على حدود الأرض بتاعتنا من بره ماشي كده نمشي كده اهو بولي لاين ماشي هنا وهنا قلنا عشان نبقى نعملها اوف ست على طول وانت 25 ندخلها جوه على طول شوف هندخلها نوصلها لحد فين اهو حتى الورة دي تبقى عادية جدا دي طبعا منسوها فوق ماشي فهي ممكن تتقفل كده ماشي هنا بقى هنا لازم نعمل كاميرا مكسرة يعني ده هيبقى فيها هنا لمب حلو اللمب ده هيتحمل ازاي لازم تعمله هنا برضو هنا في الحتة دي ماشي الاتنين يجوش في الحتة دي عشان يتحمل عليه حلو ان هنا برضو هيبقى فيه ردم هنا بودي لاين لحد نهاية البتاع ده لحد نهاية الرام اوفسيت وانت 2.5 ماشي وتقفلها كويس وهاتش وده اوفسيت وانت 2.5 اهو بقى كان الحتة السندر الاتنين جوه هي سندر المبنى كله من بره اهو كده اهو وحتة في حيطة اهي بس هاتش وماتش وبروبرتيز وخلاص كنترول اس على طول كلام جميل خلاص حطينا الأعمدة وتأكدنا إن هي كويسة تاني هنا في المتكرر طبعا احنا عاملينها في المتكرر هنا بقى ماشي في الغرف السطح طبعا الأعمدة دي كلها مش هتكمل هتقف لحد الدور اللي تحتيه كل ده يقف ولا هيكمل الأعمدة اللي هي في الحتة دي هل انت كده ممكن تعرف تحط نظام إنشائي؟ طبعا طيب احنا عندنا دلوقتي المنور هيكمل بالكاميرات بالأعمدة اللي حواليه السلم نفس القصة ماشي المنور وده وهنا ممكن تشد كمان هنا شد كاميرا وهنا شد كاميرا هنا كاميرا برضو عادي جدا ايوه هنا كاميرا وهنا كاميرا ممكن هنا كاميرا برضو ونشيل ده عليها تمام زي الفل الكاميرا هنا تنزل على دي ماشي ونشيل ده عليها هنا كاميرا كابولي ممكن نزرع هنا عمود ونشيل الله كاميرا بس عليه زي الفل ممكن هنا نزرع بوست كده صغير معفن ينزل على البلاطه اللي تحت وتشيك عليه بانشنج ان هو ما يخرمش البلاطه اللي تحتيه طبعا هو هيبقى حمله صغير جدا فمش هيعمل اي حاجه نشيل سيب بلاطه واحده ماشي و
ونشيل على الكامرتين دول، نشيل على ديت وتشيك على البوطه اللي تحتيها ان هي البونشنج بتاعها يقدر يشيل العمود ده، قصدي الديفليكشن بتاعها كويس. بس الكاميرا دي بقى الحته دي هي تمام، مثلا هيبقى بلاطه ثابته ولا كاميرا؟ دي كابولي، كابولي كاميرا اهي، تطلعها كابولي عشان تشيل الكاميرا اللي هي اللي جايه من هنا. حلو كده تمام. وتبقى عامل كل الاسانسير. طيب ماشي، بولي لاين اهو، بولي لاين اهو، وتقص تقوم من 25 بقى الكور بتاع السلم خلاص. وفي الاوتوكات الجديد اهو يا عم، تم امر جوين جي انتر، يبقى كلهم حته واحده اوفست وبوينت 25 بس، وتقفله، تقفل من هنا وتقفل من هنا بقى، وهاتش وماتش وخلاص. طيب كده الوقت التجهيز و وتعليم العميدة والكسادية خلصنا يعني، فور الخطب بعد كده ماشي. نسيب ده دلوقتي، عايزين نعمل موديل سقف اهو، حطينا نظام الانشاء وحطينا القمر، قلنا هنعمل قمر حوالين المبنى من برا عشان البونشنج بتاع الاعمده اللي برا دي. حلو، يبقى انت رايح لنفسك ورحت دماغك من قصه البونشنج بتاعت الاعمده اللي برا. وده حواليه قمر اهو حطيناه، كور والسلم، والسلم عملته وكل حاجه. حلو، دلوقتي انت عايز تشوف ال نعمل موديلنج ندخله للسيف بالظبط. احنا كده بنشتغل سوليد وفلات، هي تعتبر في كل دي فلات، تعتبر كل دي فلات. حلو، فاحنا عايزين هنعمل موديل كاننا بس بنتعلم ازاي ندخل قمر وبلاط واعمل ده. المفروض ان هو حمامات ماشي. اول حاجه المفروض هنعمل لير اسمها بيمز ماشي. حلو، لاين، خلي بالك في السيف بيرى ان الكاميرا بتقف على وش العمود ماشي. احنا هنعمل كده تريم وقفنا على وش العمود. تمام. ومعاك الاعمده جاهزه طبعا، معاك يبقى كده معاك اعمده وكاميرات ماشي. سيلكت ماشي، كده تقول لي سيلكت بريفيوس، امر بريفيوس ده مهم جدا ماشي. امين عادي ماشي. احرد البلاط بالظبط بقى، معاك الكاميرا وحدود البلاط هي بولي لاين، والعمده كلها بولي لاين. حلو، متاكد ان العمده كلها مش مكسره يعني، ممكن تلاقي عمود معمول له اكسبلود كده مش هيقرا معاك هناك، لازم يبقى كله بولي لاين. حلو كده، توقف عليه يبقى كله بولي لاين. بس الأعمدة الكاميرات اللي احنا رسمناها بولي لاين؟ لا، من وش العمود لوش العمود. حلو طيب ماشي، خضر لزق ليها ماشي. سيف تفتح واحد جديد بتاع فاضي كده خالص. حلو اهو، كنترول شيفت سي يعني اعمل كوبي من بيز بوينت اهو ماشي، كنترول في صفر وصفر وصفر ماشي، او تتاكد ان دي في النقطه اللي انت الاكس واي دي في النقطه اللي انت عملتها. بس فاين سيف اس
اللي من شولدر كايزو تهمت ماشي يطلع في 0000 جرام دلوقتي نفند بقى ده ماشي ونروح نفتح المود اللي انا قلت لك عليه هنجيبه جهزه بره بقى ملف سيف جهاز بالكود الامريكي هات لي منه كود بره حطه نفس الملف مش هبقى في الفولدر معاه هنفتحه وان امبورت ارتكشر ماشي كازت حمات نعم ما عملناش ارتكش يبقى ما تعملش نصيف شدي يكسف ما شفناش سيجي فيكس ايه فيكس بتقفلوا بدون تقفلوا تكلم عليش حاجة قلتولي نو ما انا سيفت عملت له فايل سيف اس ماشي لا مش ده بالمتر اوكي ماشي اهو سيلكت اول كولومز ماشي اهو اعمل ده اترسمت ماشي كولوم 1 ده ماشي معمول له حاجه اسمها اوتوماتيك جي زون دي حاجه مهمه جدا ورقه وقلم لا بس نضاره بص ديفاين كولوم كولوم 1 ماشي او في اي كولوم انت تعرفه انكلود اوتوماتيك جي زون ده ليه عشان المومنت يقف على وش العمود المومنت لما تيجي ترسم مومنت على القمر او على البلاطه بتترسم مومنت يوصل لحد وش العمود حلو مش نقطه زي الساب يعني بياخد في تبرك طالع عمود مش نقطه حلو يعني في اي عمود انت تيجي تعمل له كده تكون متعرفه مثلا تقول له ده موديفاي ماشي عمود مثلا 30 في 50 او 30 في 50 لازم تتاكد ان دي معموله في وقت تبتدي تزوم حلو بس وتسيف ماشي اوكي تفتح ارتكشر احنا كنا عاملين القمر باللير دي ترسم القمر بقى متعرف في 60 اه طبعا قمر 20 في 60 اهو هتلاقيها متعرفه عندك في البتاع ده ديفاين ديم اهو تعمل مثلا اد او كوي لو عندك قبل كده يبقى 20 في 60 اهو ده حاجه جاهزه يعني صح؟ أو انت لو عايز تعمل بقى تقعد بقى تدور على التيم كام والسبان على 10 والكلام ده بقى الليله دي من اولها ماشي ماشي انا هقول لك ده بس عشان نعرف ازاي بنعمل الموديل ماشي حلو انا هقول لسه ما قلتلكش ازاي نجيب التخانات بتاعه الكاميرا والبلاطات حلو بس ده ايه جاهز يعني قصدي البحور اللي احنا عاملينها دي الكاميرا مش هيزيدها 60 سنتي البحر ده هو اللي ممكن يزيد هتشوفه بقى من الموديل هتشوفه من الـ من الـ بتاع التاني ده نرسم بس الاول نرسم وبعد كده يبقى نيجي تاني نشوف هنعمل ايه طيب عشان اتاكد هي اترسمت ولا لا تعمل اكسكيوت اهي تمام البحور اللي اقل من 50 دي كلها ستينات اللي اقل من 5 متر نخش نشوف البحر ده دي من هنا لحد هنا ده 6 متر وشوية يعني ممكن يسافع على 60 وممكن تخليها 70 لو انت عايز يعني لغاية 5 متر 50 سنة شايف ان صمت كويس جدا اه كويس جدا حلو ماشي ممكن هتسافع معاك على 60 سنتي بس ده السلاح هيبقى تقيل شوية 8 16 مثلا كده 7 16 8 16 كده هي راحت فين
ماشي، نرسم بقى بقية القمر. ناقص لنا كده البلاط. حلو. ده دي الديل اللي متعرفه اللي هي 25، 25 سنتي. السيل 28 دي اللي هي ايه؟ تعرف؟ ال مكعب خاصة بالظبط اللي هي الاف سي يو 280 ده، بس ده طبعا عشان في الكود الامريكي اف سي داش، فبيضرب قوه 8 في الـ في الاف سي يعني الكيوبك. يعني الكيوبك دي 8 عشان تحول من الصاله للكيوبك بالظبط، فهي فهي دي كانت 300، فلما انت ضربتها في قوه 8 بقت 280. ماشي اهو. اوكي. يعني اترسمت ماشي. عايز ترسم انت فراغ او اي حاجه ترسمها انت بقى ايه من هنا، تجيب دي اوبننج بس ممكن ممكن نرسمها كده اهو. والسلم في هنا سلم الكور والسلم في هنا كور وصل وذكر ما غير شبين تمخرخ في صوت ثانية واحدة شندي نجيب بقى الاول درول ماشي ودو شيفت كده ماشي. اه ماشي. انت ممكن ممكن ترسمها بايدك بقى الحته دي لو انت عايزها اهو 2D. انت جبتها ازاي كده؟ ما كانش واخد، ما كانش باين اهو يعني لو ما كانش باين. ما انا ما انت فتحت الارتكشر بلان اوبشن اهو، تختار اللي انت عايز تطلعها. حلو اهو. والرسم ال 3D اللي كانت جايه دي دوس 3D من فوق كنترول اس او سي دي سي دي اكس وان. تمام دلوقتي البلاطه مش ظاهره، نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بس السلم بقى ممكن ترسمه فراغ، وانت بتحسب قطعات الاعمده ممكن ما تعملش السلم فراغ عشان السلم ده بيتحسب معاك. حلو. هنا في فراغ بتاع الاسانسير كده كده موجود، فاحنا هنرسمه. اوبننج نجيب تاني اوبشن شيلت عشان هيدا المفتوح. تمام. هنا في كاميرا المفروض، هنا في كاميرا هنرسمها فوق سلم الاسانسير فوق فتحة في كل دور بيبقى في كاميرا هنا فتحة باب الاسانسير المفروض. تقول ايه؟ فتحة باب الاسانسير ماشي، ما هي باب الاسانسير تبقى من تحتيها يعني فتحة فوق. لازم اه بالظبط يعني كل دور لازم يبقى فيه كاميرا كده وفتحة من تحتيه. بس خلاص دلوقتي انت مستعد ان انت تدخل احمال تتعرف القطعات بتاعتك تعمل الكلام ده كله. دلوقتي هنشرح بقى ازاي نجيب تخانة اللي انت اللي انت عمال تقول عليها دي. ماشي. حلو. عشان نجيب تخانة البلاطة الفلات سلاب ماشي، المفروض البحر الخارجي على 32 والبحر الداخلي على 36، بس سيبك من الكلام ده واقسم البحر الكبير على 32 لان غالبا هو ده اللي بيطلع معاك وسافر على الباقي بالظبط. فانت هتشوف اكبر بحر هنا فين؟ اكبر بحر موجود لك ده الشمال ده او ده ماشي. احنا هنقيس كده نقيس ده، ده 6 متر ونص واضح ان ده اكبر بحر، اكبر بحر ماشي 6 متر ونص. ايه كده 6 متر ونص على 32
اسم كده بالقلم اللي معاك اشتغل عليها على طول عشان يبقى باين قدام نفسك. استنى كده اجيب ده هيئة يعني. بجيب لي اللحس اللي معايا 6230 20 سنتي مش 18. ها طبعا بنعرف لك الرقم تمام اهو تختارها ايه واحد ايريك سيلكتد ساين. مركز معايا ولا مش مركز معايا؟ مركز يا باشا والله زي ده السابع اللي لغايه دلوقتي بالظبط. بس الليك سيفي بيتعمل في ثانيه مش مش ومش مشش بالعكس ده الرسم ده اسهل اسهل كتير وسهل جدا. ادي كوبي اوف بروبرتي لان احنا عندنا بروبرتي قبل كده. ادي كوبي 20 20 سنتي بونت وهمسه ولا اهو خلينا سلب بس ليه مغنش الاوبشنز يعني ها ليه كلمة سلاب دي بقى؟ طيب ما هو دي البلاط عادية. طب في قمر فين القمر ده؟ العالم الحاف ماشي ما احنا لسه يعني دي البلاطة دي البلاطة اللي في النص دي كلها البلاطة اهي شايفهم حددتها ازاي؟ حلو اوكي بس سيف عايز تشوف انت عرفتها ازاي؟ كده الفلات لو وصلت برضه نفس القصة؟ نفس القصة ما انا هقول لك بس صورة بينها بطريقة تانية. كليك يمين دلوقتي انت شايف البلاطة ممسوكة ازاي؟ شايف ان احنا عرفناها 20 سنتي. لما تعرف اللودز تقوم دايس كده هيجيب لك كل اللودز. حلو هنشوف الكلام ده دلوقتي. الساين لود داتا سيرفيس لايف بليس يونيفورم وانت اتنين في المباني السكنية امين وان اريا سيلكتد اساين سلاب لود طبعا اساين لود سيرفيس سوبر ديد لود الوول فلور كفر ماشي وبنت اتنين خمسة وبنت اتنين ماشي في المباني يعني خدها وبنت اتنين ما تزودش عن كده ده فلور كفر لسه بقى الوول اهو اساين سيرفيس الوول ماشي الوول المفروض انت جسمها مبسوط بس احنا هناخدها كده 0.2 0.2 في المباني السكنيه ماشي. المفروض ان انت بتحسب اطار الحوائط دي بعد كده بتسيحها على مساحه الدور. تقول لي انت رقم كبير تقريبا 3.5 انا فاكر انا من مش لا 0.35 دي الفلور كفر في المباني في الاخر دور ممكن. لو حوايط كتير قوي ممكن يطلع لك بوينت 2 بوينت 3 على حسب بقى على حسب بس احنا بنعملها مجازا كده بوينت 2 يعني هو بنلعب كله. بص احنا بنجيب مساحه الحوايط دي ونقسمها على مساحه الدور مساحه الحوايط ونقسمها على مساحه يعني ايه مساحه الحوايط؟ يعني لو الحوايط كلها 12 ماشي تجيب الاطوال دي كلها ايوه الاطوال ايا كان هنجيبها ازاي بالنسبه او بايا كان تضربها في بوينت 12 يبقى انت كده جبت مساحة الحوائط دي صح ولا غلط؟ يعني الاطوال في السمك يعني الريكتانجل هاتش امر هاتش بيجيب لك الاريا على فكره مثلا اهو ليست بنجيب لك الاريا حلو الاريا بتاعت البتاع دي تخيل ان احنا عملنا هاتش على الحوائط دي كلها ايوه وعملنا ليست خلي بالك لو انت عملتها عارف انت امر هاتش لو انت عملتها كرييت سيبريت هاتش هيجيب لك كل حاجه منفصل لا ما تعملش كرييت سيبريت هاتش يعني كده بص هيطلع هاتش واحد من الاخر بالظبط ما تعملش هاتش واحد خليهم كلهم مع بعض عشان ما تعملش يطلع لك اريا واحده بالظبط كده اضرب فوق بوينت 2 يديك ايه لا ما تضربش فوق بوينت 2 تاني ما انت خلاص هو جاب لك الاريا بالبوينت 2 بكله كله يقسمها على مساحه البتاع مساحه ايه بقى مساحه المبنى او مساحه اللي هو السلاب ايدج اللي هو السلاب ايدج ده حلو الطول في العرض بتاع الايدج اهو ده كده نجيبها بالبول لاين بالبول لاين برافو عليك بالظبط كده يبقى انت كده جبت اللي هي ال 0.2 و 0.3 والهاكس اللي احنا بنتكلم فيه ده بس عايز تتاكد من الرز اللي انت حاططها اهو اللايف لود 0.2 سوبر ديد لود 0.2 وحوايط 0.2 كلها 0.2 بالظبط الا في الادوار الاخيره السوبر ديد لود ده بيبقى كبير وين 3 5 طيب الا في الفنادق اللايف لود ده بيختلف
واللايف بيبقى على السلام بيبقى عالي. على السلام بيبقى عالي طبعا، بيكونت عالي، بيكونت عالي المفروض يعني، المفروض عادي جدا. ممكن لو انت عايز تعمل بقى البتاع دي مرات واحده وتحط عليه اوبن 3 زي ما انت بتقول، دقيق قوي بقى اهو، دقيق دقيق خبز اهو، تعمل ايه بقى؟ تعمل باوندري. هو ده بقى السوليد سلاب اللي انا بكلمك فيه. لو انت عندك مساحات كلها سوليد سلاب ومتقفله زي دي، مش هتعمل بقى بلاطه خارجيه والكلام الهاكس اللي احنا بنعمله ده. ايوه لا، هتعمل ايه بقى؟ اللير اللي ورا دي اسمها بيمز باوندري اهو، دي بقى بتاعت سوليد سلاب بي او. تعمل كده وجاب لك الايه الحد بتاع البتاع دي، تدخلها هتلاقي البتاع دي معاك ايه؟ هناك حد، هتلاقيها هناك حد او محدده وحاطط على 3 لايف لود بالظبط كده. كليك يمين ماشي، اد تو سيف اريا زي ما احنا عملنا هنا، كليك يمين على الحد الخارجي بتاع ال، عرفت احنا رسمناها ازاي؟ البلاطه الكبيره دي بالبول لاين، البلاطه الكبيره دي ما كانتش موجوده اسمها بول لاين اهو، بولي لاين اهو. احنا هناك لما دخلنا على البتاع رسمناها ازاي على السيف اهو، صدرناها ازاي قصدك؟ صدرناها سهله في فايل امبورت، معرفش ايه اللي احنا قلنا عليها في الاول. ايوه عايزين نرسمها على السيف. ايوه نرسمها ازاي؟ قول لي بقى، قول لي مركز انت ولا مش مركز؟ مركز ولا مش مركز؟ هنغير اوبننج دي عشان ماشي، تختار من هنا وسلاب وسلاب والسمك، وتعمل كليك يمين، كليك يمين واضيف تبليس بالظبط. فانت بقى لما هتلاقي هنا الباوندري هنا وهنا اللي احنا عاملينها الجديده دي، كليك يمين اتو سيف اريا، كليك يمين اتو سيف اريا، وتختار بقى التخانات دي تعرفها من 18 12 14 واللوب بتاع الغريب بالظبط كده. جميل، اللوب ده اول 3 الكاز اللي انت عايزه بقى. حلو. ممكن تعمل هنا باوندري من اللود اللي جوه ده، وانت 2 والكوابيل وانت 3 زي ما انت بتقول، ممكن كل ده ممكن وكل الاوبشنز موجوده معاك، بس اهم حاجه المنطقه اللي انت عايز تزود عليها الحمل ولا حاجه هتكون بجوري لاين لوحدها، لوحدها بالظبط عشان تعرف تمسكها صح، عشان تعرف تحدد لها بالظبط، يا اما كده هيبقى سايح بالظبط كده. امين. حضرتك اللودز الكاميرات نفس الكلام، المفروض تختارها كلها. بص سيلكت سيلكت اختار حركه سريعه، حركه سيلكت سيلكت وبرتز بينز بروبرتز، تختار اللي اهي مسكهم كلهم. حلو، 19 لاين سيلكتد. حلو، اساين دول داتا ديستريبيوتد البليس في الوول طبعا. ماشي، احسبها بقى. هات كده آلة، دي شايل حوالي 12 صح؟ يبقى ماشي، وبوينت 12 في 1 على 8 اللي هي جوه بتاعت الدور، في ارتفاع الدور قد ايه؟ 3 متر. 3 متر ناقص سمك 60 سم بتاع القمر يبقى 2 متر 40، يبقى 2 متر 40. ماشي، حلو، تدخل الرقم ده وبوينت 5 2. ليه بقى احنا دخلنا، ليه ما ضربناش 1 على 4؟ لان البرنامج هو هيعمل له لود كومباينيشن مع نفسه. حلو، ومفروض في الكود الامريكي 1 على 2 مش 1 على 4. هنشوف الكلام ده في الديت 1 على 2. واللايف اهو، بص بص ايه ده اهو، ديفاين لود كومباينيشن في الالتيميت اهو، احنا الالتيميت ديفاين 1 على 2 في الـ في الـ في الديد، 1 على 6 في اللايف، 1 على 6 الوركينج طبعا بواحد. تمام، بس ايش ده من اللي عامله انت عامله؟ واحد اسمه اسامه بن نور عامله يعني بكل امريكا مظبوط يعني، بس ما شاء الله اهو. هتزيف دلوقتي، انت مستعد ان انت تعمل رن هيقعد بتاع ربع ساعة حاجة زي كده. طب ماشي ماشي، دلوقتي عايزين نضرب في كام؟ ده شغال؟ ماشي، عايزين نضرب مثلا في 4 سكيل في 4. ها اشتغل. طيب يبقى المفروض احنا عندنا اصلا العمود الاصلي كان طلع 30. ماشي، يبقى نقول 4 كام طلع؟ كام؟ 120، يبقى 1.2 على 30. ماشي، هي بوينت 3 ماشي، هتساوي 4 ماشي، والسكيل الاصلي اللي هو 1 على السكيل اللي طلع اللي هو 4 هتساوي ربع اللي هي بوينت 5 بالظبط كده. يبقى تمسك الاثنين دول ام او انتر، ام او انتر خش بربع ايه على البرايمري يونتس ونضرب بوينت 2.5، الواحد دي نخليها او بوينت 2.5 كده هيرجع الاصلي ظبطت، ونعمل ده في لوحه القطاعات بس.
في القطاع، هي اللوحه كلها لوحه واحده اسمها محاور وعميد. المحاور عميد هي بالسكيل الطبيعي، والحته دي اللي هي القطاعات على جنب كده هي دي بتضربها في سكيل. يعني لما بغير في السكيل دي بقى ما بيغيرش في لوحه المحاور وعميد؟ لا طبعا بتعمل في الحته دي بس، في اللي هي الدايمنشن بتاعتها بس. اوكي رجع الاصل زي مثلا نضربها في 10 مثلا، او سكيل في 10. حلو جدا. ها اشتغل ال10 ده هيبقى انت ضربت في 10 يبقى 1 على 10 او وينت 1 خلصت. امسك الاثنين دول ام وانتر. فهمت؟ فهمت. انت عارف انت ضربت في كام دلوقتي؟ ضربت في 5 يبقى 1 على 5. ضربت في 4 يبقى 1 على 4. ضربت في 2 يبقى 1 على 2. والريزلت طالع نحطه مكان الواحد بالظبط كده. امين يا باشا. اهو تمسك الاثنين دول وبوينت 1 برايمري يونت. انا دلوقتي حافظهم، انا حافظهم. يعني ضربت في 10 وبوينت 1، ضربت في 4 بربع، ضربت في 5 وبوينت 2، ضربت في 2 ونص وبوينت 4. انا حافظهم من كنت ما انا عملتها. اه ما شاء الله. بس اوين 3 اهي واوين 6. بس خلص الموضوع. السكيل ده لازم تبقى فاهمه كويس جدا، لان هو اصلا مش بتاع بس فاي، لما تيجي ترسم اي ديتيلز اهي زي دي. شوف دي مضروبه في كام. انت دلوقتي عايز تعرف المضروبه في كام، طب عامل ايه؟ هاخد بعد شوف ال 30 مثلا كام. دي اي انتر او من فوق من هنا. دي اي برضه بيجي لك اهو. حلو. دي اوين 9 مش عارف السكيل ده هيبقى مظبوط ولا لا. استنى ماشي مش مشكله، ان كان هيطلع نجيبه اهو 50. حلو جدا اهو. طيب. ربع في 50 يبقى مضروبه في 2 واضح من غير ما تعملها. طب ما كانت تصيع شويه. يبقى بوينت 5 مفروض على بوينت 2 يبقى 1 على نص 2 5 يساوي 2، يبقى 1 على 2 هتساوي نص. اوكي يبقى النص. يبقى انت هتمسك كل الدايمنشن دهيت ام او انتر نص، اتعملت كلها رجعت تاني لاصلها. حلو. والرسمه كبيره، رسمه كبيره والابعاد دي كلها مظبوطه للاصل. في بقى حاجه لما انت لو لم ده التكست هايت، التكست هايت حاجات دي اقسم بالله مهمه غايه في الاهميه. التكست هايت ده في اللوحه الصغيره، اللوحه الصغيره اللي هي سكيل 1 ل 50. مش اللي هي دي. بص حاجه اسمها مقاسات اللوح، مقاسات اللوح، مقاسات اللوحه ماشي. ماشي ما علينا. سكيل 1 ل 50، 1 ل 50، 1 ل 50 ماشي. بعد كده 1 ل 100، 1 ل 100، 1 ل 100. 1 ل 50 ده لوحه تبقى صغيره. صغيره يبقى عايزه التكست سايت يبقى صغير، لوحه كبيره يبقى عايز التكست سايت يكبر عشان تبان. حلو. 1 ل 50 ده التكست هايت بتاعها. اكتب بقى الكلام ده، لازم تكتبه. ما احنا بنسكت، انا عارف اعرف الرقم. طيب التكست هايت بتاع اللوح ال 1 ل 50 0.125 0.125 اكتب كده. هات كده 1 ل 50 0.125 1 ل 100 اللي هو السكيل ده كده سكيل صغير. دي لوح كبيره، لوح صغيره، دي لوح كبيره ماشي. 0.25 يعني ضربتها في 2. بس بالظبط كده. تمام معاك. مقاسات اللوح الستاندرد ما تحفظهاش، في ناس بتحفظها يقول لك الطول كذا والعرض كذا. لا معاك اهي جاهزه. خش اهو اهو كنترول سي تدخلها اللوحه بتاعتك تحط فيها الرسمه بتاعتك جاهزه. بس. جاهزه. حلو. والطول بيبقى الطول على العرض بيبقى 0.7. يعني لو انت قسمت الطول على العرض ده طول على العرض هيديك 0.7. دي اللي عشان تطلع لك، عشان تطلع لك اللوحه مظبوطه بالظبط. هي مرسومه معاك جاهزه. يعني دي كلها فريمات او بلوكات بالظبط، اللي هي اللي هي الفريم اللي هو ده عشان تعرف تحط عليه اللوحه بتاعتك. يعني دي مثلا ده سكيل 1 ل 50. عايز تعرف مثلا اللوحه قصادك كام تفتح اهو اهو. يعني عايز تعرف دلوقتي انت هتعمل تكست هايت وبنت 5 ولا بنت 5 هتعمل ايه؟ تخش مثلا تجرب مثلا لوحه ايه نود واحده صغيره اهو كنترول سي. انت لسه ما حطيتش دلوقتي فريمات. ها هل هتعرف تدخل اللوحه دي في الفريم ده؟ لا بكل الكلام ده صغير. هنجرب يا عم اهو مشكله تلعب بره. حلو. يبقى الكلام ده مش هينفع معانا. يبقى نعمل ايه؟ لا لسه ده كده اي 1 التدريج بتاعها. هات كده صح الترايل بتاعتها اي 3 هات كده اي 1 هات كده اي نوت اهو. ده في السكيل 1 ل 50.
كل ده ما دخلتش هنا تخش هنا، ما دخلتش هنا تخش هنا، ما دخلتش في كل ده تخش على واحد ل 100. حلو فهمت. اس 3 اي 1 اي نوت بالظبط كده. اوكي اس 3 اي 1 اي نوت وانت ماسك كده. حلو تمام لحد ما تظبط معاك تظبط معاك او بوينت 1 2 5 او بوينت 2 5. دخل جواها وكله تمام يبقى ايه خلاص. حلو تظبط بقى التكست هايت بتاعك او بوينت 1 2 5 خلاص ماشي عشان ده 1 ل 50. ليه بقى انا بقول لك الكلام ده؟ عشان طباعه. عشان هنا لما انت بتيجي تضرب في سكيل يعني انت دلوقتي الرسمه بتاعتك كانت صغيره ما كانتش كده. كانت لسه صغيره وانت رسمت ال 6 16 وال 6 12 والكلام ده كله. لما انت ضربتها في سكيل فده كبر معاك برضه. تعمل ايه بقى؟ فروع ارجع بقى للاصل. بالظبط. شوفها مثلا هسد بني واحده عشان عشان يعني من الاخر لازم ده يبقى زي ده بالظبط. شوف ده شبه ده. حصل. ده زي ده. تمام. عشان كده بقى انا ما بعملش الكلام ده خالص. بعدل عليها وهي كبيره. بالتيك ستايل. يعني بص احنا دلوقتي فين العمود اللي احنا كنا عاملينه؟ هو ده. مثلا العمود ده. اه. تخيل ان دي تفصيله كبيره مثلا. يعني في الكور في الكور لما انت بتيجي تعمل كور بتقوم مشاور على دول كده اهم ثلاثه تعمل كده مثلا ثلاثه فاي كذا مثلا يعني. حلو. كومي ثلاثه فاي كذا. لما انت بقى تيجي تضرب ده في سكيل هيكبر معاك فاهم؟ أيوه. لكن ده دلوقتي مضروب في سكيل فانا دلوقتي ده كده اهو ام او انتر وبوينت 1 2 5 معايا اهو. حلو. فمش هيتعدل. فانا لو انا عايز اعدل في اي حاجه اقوم معدلها كده مثلا سيرتش من هنا وابقى عارف ان ده مضروب في سكيل فاهم؟ يعني ده مثلا دلوقتي مضروب في 2.5 انا عايز اعمل له ستريتش 10 سم يبقى 10 سم في 2.5 اهو وبوينت 2 5 وبوينت 2 5 اهو بقى ال 10 سم اللي انا عايزهم كان 80 وبقى 90. فهمت. او ماشي يعني اعمل سيرتش في الكبير احسن حاجه. حلو. عشان ما تقعدش في تعيش مع المشكله دي. صح عشان ما يغرش نفسه. بالظبط. عايز تعمل سيرتش من تحت مثلا 20 سم يبقى 20 سم اهو بوينت 2 في 2.5 وبوينت 5 ستريتش وبوينت 5 اوكي يبقى حافظنا على نفس السكيل. بالظبط. الله المستعان. طيب الحاجات دي قمه غايه الاهميه. لا انت بتجيبني لاخر يلا ماشي اهو كده فهمت السكيل والفريم ماشي وازاي ترسم اصلا قطعات بس طيب. دلوقتي انت لسه ما تعرفش المواصفات بتاعت المينيمم والماكسيمم والحاجات دي. سير نشوف الراجل ده بقى هيقول ايه. واقول له موديفاي عشان ابدا ايه اشوف الدايمنشن بتاعتي مظبوطه ولا لا. تكست تغير السيت بتاع الدايمنشن والهايت بتاعي 2 والبريمير يونت رقمين 20 ماشي. طيب حلو كلوز. نبدا بقى نعكس العمود ازاي. رفرفه العمود ده بالنسبه هو احنا بنتاكد ان كل حاجه ماسكه في البلاطه ومفيش حاجه طايره. ملاقيش بلاطه مش ماسكه في العمود وطايره مع نفسها كده عماله تطلع وتنزل وتطير مع نفسها. يعني نجيب ال 3 دي الاول نشوف عليه. اه بس البلاطه سلوكها كويس جدا وكلها تتحرك مع بعضها وكل حاجه. نوقف ده ده كده ماشي. لونج تيرم ديفليكشن هو بيطلع لك اقصى حمل بتاع اللونج تيرم هو ده اللي انت هتشيك عليه ماشي. اكتب بقى كده. طيب هو مش كان في قانون تقريبا القيم الالاوبل اللي احنا هنعملها ماشي في نص البحر. يعني احنا دلوقتي احنا عملنا رن بعد ما دخلنا الحمل. حلو. ايوه بعمل حاجه اسمها تشيك للون دي تشيك ديفليكشن. تشيك ديفليكشن حاله اللونج تيرم. ديفليكشن حاله اللونج تيرم. طيب ايه اللي بعمله؟ القيم اللي هو التخييم مع الزمن ماشي. الترخيم مع الزمن. الترخيم مع الزمن ماشي. دلوقتي انا هقول لك القيم الالاول عشان احنا هنجيب القيم من على البرنامج ونقارنها بالقيم الالاول اللي هي اللي معاك. حلو. القيم الالاول في نص البحر ايه اللي على 250؟ ايه اللي على 250 ده كله بلاطات؟ اه ده نص البحر. وعلى الكوابيل ايه اللي على 450؟ 450 تمام؟ ده كوابيل. بالظبط. ثواني بس يعني سوليد وفلات وكله كله؟ اه كله. خلاص اوكي. يعني تشيك ديفليكشن من الاخر الا على 250 بالظبط والا على 450 لو في قابل. بالظبط كده. اوكي بنختار بقى اكبر بحر تقريبا ونبص عليه صح؟ يو ارتكشر از انشلها
بص هو بالكنترول اللي هو عامله ده بيجيب لك اكبر اكبر بحر فين اللي هو الاحمر زيادة يعني. بالظبط اللي هو اللي هو ده دوا ده والاتنين دول ماشي. فانت هتشوف ده ده هتلاقي لك او بوينت او حاجه تشوف تخش على الكاد تشوف ال ال من وش العمود وش العمود هو ده ال ال ماشي. هو المفروض في الكود ال ال ده اللي هو ايه اللي هو المسافه ما بين نقط الانقلاب انقلاب العزوم هات كده كده انا عشان برضه تبقى فاهمها. ده كده فوق جاي كده مش بقى من خمس البحر فده فده هو ال ال ده ال ال بتاع نقط انقلاب العزوم من عند خمس البحر مش كده بنبني التكسير من هناك مش عارف والله مش متاكد يعني. المهم ده بس انا باخدها طبعا من يعني من وش العمود او من السنتر كده يعني خدها من وش العمود كده هو ده ال تقسمه على 250 تجيب الالوبل وتقارنه باللي هو اللي عندك ده هل مسيف ولا هل اقل منه. لو ده طبعا اقل من ده يبقى مسيف لو اكبر يبقى تبتدي تعمل ايه بقى لو اكبر هنزود السمك ممكن حالا ان انت تزود سمك لو بقى بحور كبيره ومفشوقه منك على الاخر زود عمود ممكن تزود عمود تاني حل ممكن تحط كاميرا لو انت حطيت الكاميرا بتقلل لك جامد جدا في موضوع الديفليكشن ده. طيب نفترض ان احنا عندنا مثلا البحر ده طوله مثلا ايه 4 متر 4 متر مش هيعمل حاجه طبعا البحور كبيره قوي اللي مش هتسيف معاك ديفليكشن مثلا 6 6 في البحور اللي هي الحاجات الثقيله 6 7 8 حاجات دي كلها خلي دي 7 متر ماشي نعمل تشيك الزباله 7 250 على طول اه طلعت كام؟ 7 250 تلعب بالمتر 0.028 ماشي 0.028 اه ماشي حلو. انت عندك هنا بالمتر اهو الواحده بالمتر اه 0.0 ده صغير جدا بالظبط اقل من هيبقى سيف اوكي بس كده طبعا عشان دي بحور صغيره فايه سيف زي الفل على السمك اللي انت حاطه حلو اللي هو كان كام حاطينه ها كنا حاطين سمك كام ده لا ده دي حاجه ثانيه دي حاجه ثانيه استنى نتاكد من السمك تعرف منين السمك على طول من غير ما تعمل اهو وان اريا سيلكتد كليك يمين لو قلت لك عليه اسايمنت 22 سم اللودز اهي قدامك اهي ده كان لايف لود عالي اهو 0.5 تجيب منين بقى اللايف لود انت بقى من كود الاحمال حلو تعرف انت تعرف تجيبها هو اللي نعرفه ان على السكن 2.5 ده اللي هو على السكن 0.2 مش 2.5 2.5 بيسموها تسهيل تسيع بحيث ان السلم بياخد 3 والغرف تاخد 2.5 2 ممكن فلا خد 2.5 على الكل يعني ممكن بس لو انت عايز تجيب مظبوط افرض جالك فندق عايز تعرف فندق يبقى اكتر من يبقى 3 غرف وسلالم صح؟ مش فاكر بصراحة استنى هنشوف عندك حاجة؟ طبعا لازم يكون معاك الأكواد كود الأحمال أو كود الأحمال 2012 الأحمال على المباني أهو مباني سكنية وجايب لك كل حاجة مباني سكنية مباني إدارية مستشفيات مدارس تخش تشوف هنا وتحولها طبعا تقسم على 1000 تجيب الطن على متر مربع الفنادق كام؟ 2.5 ل 4 الفنادق الغرف 2.5 والمطاعم ومعرفش ايه ب 400 والسرير والطرقات ب 400 فانت بتعمل بولي لاين على الحته اللي انت عايزها اصاين لود كذا تعمل بولي لاين على الحته اللي انت عايزها اصاين بولي لاين كذا ولو فيها تسلاب وعايز تنجز وبتاع ممكن تسيح زي ما انت بتقول كده. ما هو تخيل انت هتقعد تخصص كل حته شويه يعني وقت ياخد قد ايه؟ في ناس بتحب تعمل دقه قوي في لو انت عايز بقى تنجز كده وخلاص ممكن تاخد حاجه متوسطه كده وخلاص تسيح بالظبط. بص ده بقى الميزه هنا تشيك بانشنج ماشي؟ لو انت عامل كاميرا على الحدود صغير هيكتب لك كلمه ان ايه دي؟ ان سي قصدي اه ان سي دي يعني نوت كالكوليتد يعني هو مش هيحسبها لك لان هو اصلا كده كده فيه كاميرا مهمله بمعنى صح فهو مش هيحسبها هو انت حاطط لي كاميرا هحسبها لك ازاي؟ فطبعا هنا ما كنتش حاطط فايه مطلع لك الكلام ده لو عدى الواحد يبقى كده انسيف
اللي هو البانشنج. لما يعدي كم الواحد يبقى انسيف. طيب الشيب البانشنج شوف السيف بيطلع لك الموت مظبوط على وش العمود، لان في اوتوماتيك كريشن زون اللي احنا قلنا عليها في الاول. تاني حاجه بيطلع لك الشيك ديفليكشن. طبعا ده في الفلات والسوليد. الهولو بلوكس دي قصه تانيه خالص، عايز قاعده كامله عشان اشرحها كده بتتعمل ازاي. مش مشكله، ممكن يبقى يكون جاي يعني ما مش هتعرف، مش هتعرف تعمل لها زي بنفسك بالطريقه دي. بس يعمل بقى حسابك ان الهولو بلوك اللي هنجي لها ديت نيدو زيد مش ربع يعني. ماشي ماشي، المهم بس نكمل هنا. بيعمل تشيك بانشنج برضه. ممكن تصمم اعمده، ممكن تعمل كل اللي انت عايزه. جبنا ازاي مش تشيك بانشنج العمليه بس، بس بيطلع لك على طول. دلوقتي عايزين نصمم اعمده اهو. تجيب اللي هي دي الاكشن لحظه واحده، انت صريبه اهي. ماشي. بعد كده ده كده بيقول لك ان انت تجيبها في ال 2 دي ماشي. ريست وتجيب الحاله طبعا التيميت، ما تجيبش اي حاجه ثانيه. كبيره تعمل ايه؟ اولا لازم تجيب فليكس 1 كبيره. تعمل ايه؟ اهو جرافيكس ريفرنس خليه مثلا 5 من زائد 3 ماشي. قدامك هذا الفل. ممكن تعمل زي عمر عبد العزيز ماشي، ان انت تصدر بقى، تقعد تصدر للبتاع والكلام ده. لا انا بقول لك يعني في حاجه بسيطه زي دي ما تقعدش تصدر وتعمل خمسة. طب هتعمل ايه؟ نعمل ايه بقى؟ هنفتح شيت اكسل او هات يا عم قلم. انت متصدر وتعمل شيت اكسل؟ هتعمل انت النمذجه بره. انت اصلا لما تيجي تصدر من على السيف للاكسل ممكن يضرب منك ماشي. يبقى الساب بقى احسن. لا 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 ما تقعدش تقول لي الساب. لا غلط. ليه؟ عارف ليه؟ ليه؟ عشان الساب بياخد العمود ده نقطه. يعني بص بص القطاع هنا بيهمل حجمه. بص القطاع اولا بيهمل حجمه، ثانيا شوف قطاع العمود اللي انت حاطه بقطاعه بشكل حاجه، فبيقلل لك اولا من البحر ده. يعني الديفليكشن هناك، الديفليكشن هناك بيبقى غلط، يعني مش غلط غير دقيق. ليه؟ لان انت حاطط نقطه، تخيل النقطه الخضراء دي هي هناك، هناك هنا بقطاع العمود الديفليكشن قل، لكن هناك هتلاقيه كده ماشي في الكولوم دي، في الكولوم السريب دي اهي كده، تلاقيها كده. يبقى في حاجه ثانيه وهنا كده، في حاجه ثانيه هناك سيف اكتر. ما انت هتعمل باوفر قوي. باوفر قوي طب ده مش حلو. هي كلمه اوفر دي يبقى سيف اكتر. لا ما ده مش حلو. انت مهندس لازم تعمل حاجه مظبوطه، ده غير يعني غير مناسب للطبيعه. انا لو مهندس يعني بشتغل بالساب واخرب لك اللي جاي. لا لا مش صح. ولما اجي اشتغل في بيتي هشتغل بالسيف يا ابني. غلط غلط والله. ما ده بيجيب لك حالات التحميل اللونج تيرم، يعني مع الزمن، يعني لما المبنى يتحمل عليه الفلو كفر والديد لود وكل حاجه مع الزمن ويشتغل وفي لايف ويبتدي يشرخ وكل الكلام ده، بيبتدي بقى تشيك مع الزمن كمان مش دلوقتي. وكمان بيعمل لك شيك بانشيك ويعمل كل حاجه. طيب احنا جبنا شكل الاعمده دلوقتي، او جبنا الايه؟ عايزين نطلع نصمم الاعمده. ماشي. مش عايزك تصدر، مش عايزك تصدر خالص. هتعمل ايه؟ عين واحد، عين واحد الرياكشن بتاعه، تاخد مجموعه كده، مجموعه كده بالشكل، هتديهم نفس نفس البتاع. وخلي بالك الكورنر ده دايما شايل نفس المساحه دي، فده يبقى زي ده. بص حتى الرياكشنات اهي، 10 علامه 0 10 علامه 2، ده 22 ده 22، ده 51 ده 52، شبه بعض تقريبا بالسنس كده. الاريا ميثود بقى انا هشرح لك الاريا ميثود بس مش دلوقتي. الاريا ميثود يعني ان عين واحد تمام. اريا ميثود يعني العمود ده شايل مساحه اريا كده، هشرحها لك بس بعد ما اخلص الموضوع ده. اريا دي العمود ده شايل اريا دي زيه تقريبا، الناحيه الثانيه متماسك شايل اريا دي، ده شايل اريا بص كده من السنتر لاين للسنتر لاين كده، ده شايل من السنتر لاين للسنتر لاين كده، ده شايل كده من نص للنص. يعني تخش على الكاد لو عايز تجيبها تعمل من نص للنص وفيلت بولي لاين كده، جبت الاريا. هي دي اسمها اريا ميثود ماشي. جبت البتاع ده هشرحها لك بس بعدين. في دي تاني الاريا ميثود بتجيب الابعاد؟ بيجيب لك الرياكشن العمود ده بس مانيوال. تمام. عشان تشيك العمود ده اللي انت جايبه ده صح ولا غلط. حلو. مش تخبط اي حاجه وخلاص. افرض انت جبته غلط مثلا. تتاكد ازاي؟ بالاريا ميثود. تمام. طيب اوكي،
هنعمل نمذجة عمود بس. مثلا عمود مثلا شلت 18 دور وانت عمود 30 في 50 طبعا اللوجيك ان تخش كده بالاريا ميثود واحد مثلا واحد مثلا سينيور عليك يعني وبتاع لا يا جماعه انت عامل كده في مجال الاريا ميثود تك 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 ايه ده العمود اللي انت عامله ده كده يعني وانت تقول لي ده ازاي وعملها ازاي فاهم بالظبط حلو ماشي عين واحد النموذج الاولاني فاحنا هنقرب شويه عمدان مع بعض بحس يبقى نموذج واحد ونديهم نفس القاعده برضه نفس العمود وبنفس الرياكشن هنخش نصمم الاوعيه ماشي ناخد الاكبر فيهم بقى بالظبط هو ده اللي احنا هنعمله اهو ده زي ده ها في اي حاجه تانية قريبه منهم 10 2 10 0 بص بقى بص كده قول 10 2 10 0 10 2 10 0 حضرتك ممكن تقول لي ده ممكن تقول لي ده ماشي بس خلي بالك خلي بالك حاجه بس ده بعد الجير اهو ايوه بقى عليك بعد العمود ده بعد العمود ده كبير مش زي ده انا ليه عامله كبير انا ليه هنا عامله كبير هفتح لك المشروع بتاعه ليه خلاص خيريه هتلف الدي فيكس يعني بتاعه خيريه اهو افتح لك الكات عشان كان في سلم هو الراجل هنا بيحب يعمل ان السلم العمليه بتاعته تبقى كبيره عشان يحمل السلم بتاعه يبقى مرتاح اهو حوالين السلم العمليه بتاعته كبيره عشان يحمل عليه على طول فاهم هو ما بيحبش الكاميرا المكسره مع السلم والكلام ده مين بقى هو المدير بتاعي ما بيحبش يعمل كاميرا مكسره مع السلم قلت له ليه انت ما بتحبش تعمل كاميرا مكسره مع السلم قال لي عشان بيبقى ليها تفصيله ان هي بيبقى ليها مقصات ممكن هنا اوبل اصلا ما بيعملوش مقصات واخد بالك ودينا شفتها شفتها فعلا مش عاملين مقصات كان في سلم يعني شريحه سلم اهي طالعه كده 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 المفروض هنا في مقص كده هنا في مقص وينزل كده ماشي دي طبعا بيكمل هنا في مقص كده ويطلع يمتد طول الرباط وهنا صح ولا غلط في الحته دي في السلم ما كانوش بيعملوا وبتاع والراجل كان بيعديها عشان في يعني ما كانوش عاملين مقص في الحته الرجليه دي الراجل كان بيعديها كده عشان دي مش هي اللي شايله قوي يعني عشان الشريحه الاساسيه هي اللي تحت فحاجه فانا قلت له ليه ما تعملش كده قال لي عشان في التنفيذ ما اعرفش ايه هو شايفه وجهه نظر كده فده عمود كبير يعني العمود الكبير ده واخد قطاع لوحده ثابت مش هتغير ودي عماره دي عماره قول مثلا 3 4 ادوار يبقى العمود كده كده ده هيسيف معاك فممكن ما تحسبوش لان قطاعه كبير بس طبعا بما ان انت في البدايه لازم تحسبه لازم تحسب العمود ده مسيف معاك ولا لا ماشي اهو ادي واحد اتنين ماشي هناخدهم في بتاع واحد ده ممكن تطبع الكلام ده تطبع الكلام ده لواحد بره اهو هناخد مثلا اللي هو 10 علامه 3 ماشي الرياكشن بتاعه 10 علامه 3 ده الرياكشن يعني وده عمود طبعا هنطلع القطاع بتاعه ماشي الثاني بقى بص ممكن ناخد الثلاثة دول مع بعض صح مش عشرينات مع بعض 10 علامه 3 اللي هو انهي واحد 10 علامه 2 2 خلينا 10 علامه 3 الاثنين دول هم الكورنر مع بعض اهو حلو ماشي خدنا الاكبر فيهم يعني بالظبط حلو دول عشرينات اهم في اثنين فوق اللي دول عشرينات اهم مع بعض نفس الرياكشن 24 24 وده ماشي فاحنا ممكن ناخد كل دول مع بعض حلو يبقى 24 اكبر حاجه كام 24 علامه قول 24 علامه 6 1 طن الوحدات اقسم بالله تفرق معاك لو كتبت الوحده تعرف انت شغال في ازاي خلاص خدنا الصف ده كله والاثنين دول مع بعض ماشي الاثنين دول هو 52 يبقى 52 و4 و3 52 علامه طن 3 طن عين أربعة بص ده ممكن ناخده معاهم برضو عادي مفيش أي مشاكل لا تمام ناخد ده مع ده وده تمام خلاص زي الفل ده قريب من ده يبقى تاخد ده مع ده مع ده صح 10 10 تمام 26 قريب ل 22 ولا 31 ده خده مع ده أحسن طالما ده شايل نفس المساحة بتاعت دي بالسنس كده يبقى تاخد ده زي ده حلو يبقى تاخدهم كام 32 علامة 3 1 طن ماشي يبقى خلاص ناقصنا بقى الاعمده اللي هي الكبيره بقى ما هو خلي بالك احنا نسينا حاجه ان ده عمود كبير وده عمود كبير لان هو شايل السلم تمام فانت ممكن تخلي العمود ده اللي هو الكبير ده يعني اعمل نموذج لدول بالظبط الثلاثه دول هياخدوا النموذج ده حلو
ماشي، وده وده هياخدوا نفس النموذج. لا انت ما تخلي ده قريب لده ولده تقريبا نفس المساحات يعني، ده واخد ما هو ده صغير، ده صغير وكورنر، فده لازم يبقى نموذج اعلى منه. ماشي خليه مع ال 52 بس مش بعيد قوي. مش مشكله مش مشكله، خلي خلي اللي في النص عادي، وبالذات في الفلات سلاب. الفلات سلاب اللي هي 20 سنتي. في الفلات سلاب اللي هي 20 سنتي حاول تكبر العمود، لان هو اصلا البانشك بتاع ال 20 سنتي ده يعني ما بيبقاش حلو طبعا. انت كده كده بتشيك عليه بالبتاعه دي البانشنج كده حلو. طبعا بتقعد تزود لحد اما ايه تشوف. ماشي اهو بص، اوبن 8 يعني قريب من الواحد، واخد بالك؟ فانت كل ما تكبر العمود بيبقى بيبقى مساحه العمود لما يكون زياده يبقى البانشنج قليل. بالظبط حلو. بس انت معاك حاجات اهو تخش تجيب، وانت عارف ان العمليه دي كبيره، لما تيجي تخش على الاكسل ماشي تبقى عارف انت بتعمل ايه. سيبك من الاكسل بتاع عمر بتاع التاني، ممكن تخش بالنسبه للكوربه، ممكن تخش استنى بس لسه ما خلصناش ريكتانجلر كولوم اهو. الاف اس يو هنا في السعوديه 300 والحديد ب 4000، ده في المباني العاديه اللي هي السكنيه. في البراد بقى والحاجات العاليه الاف اس يو بتزيد. حلو. وخلي بالك البتاع دي كود مصري، فاهم انا قصدي ايه؟ يعني في فاكتور للضرب، يعني لازم تبقى واخد بالك ان الاف اس يو دي كيوبيك مش سلندر. بالظبط. عادي عادي مش مشكله، الحوار ده بالنسبه لي انا مش فارق كتير يعني. بمعنى يعني ما وراهاش يعني، بمعنى ان في واحد يقول لك لا انت هات لي اكسل شيت بيصمم بالكود الامريكي، فاهم قصدي ايه؟ عادي انا بالنسبه لي ما بتفرقش معايا، بس انا بعرف اعملها بس ببرنامج البروكن يعني. بص طب بص نفهم بس دي الاول، وبعد كده نشوف بتاعه الكود الامريكي دي. ماشي هندخلها. خلي بالك ده بتاع رياكشن بدور واحد بس صح؟ مثلا عندنا ست ادوار. السيف بيحسب الاون ويت، خلي بالك اللي هو واحد علامه واحد، يبقى انت ده هتضربها في ست ادوار على طول بس. بالظبط يطلع لك طن في 6 يساوي في 6 يساوي 6 يساوي نسيبهم. اوكي شو علامة 6 في 6 64 ماشي 24 هنضرب 6 1 في 6 1 4 8 طن ماشي 52 علامة 3 في 6 313 علامة 8 طن، ممكن نخليها 4 ماشي 32 علامة 3 1 في 6 194 طن. هو ده بقى اللي احنا هنخش ايه؟ سلام عليك نشيك عليه. ماشي 4 احنا عايزين 20 سم البتاع ماشي؟ حلو. احنا قلنا هنا أول حاجة 64 ماشي؟ 64 هنا 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 64 خلي بالك بس مهم جدا. يا في الأهمية انت بتصمم الأعمدة على الألتيميت ماشي، لما انت تيجي تصمم الفاونديشن على الوركينج. على الوركينج بالظبط. فانت لما تيجي بقى تصمم الفاونديشن كل ده بقى هيتعمل في ايه؟ تقسمها لواحد ونص عشان تجيب الفاونديشن. تمام. يعني ده كده نموذج عين واحد هيبقى اف واحد، هيبقى اف واحد لنفس الاعمده اللي انت اخترتها. حلو. بس نموذج نفس النموذج بالظبط، نفس النموذج ونفس كل حاجه، نقسم نفس عدد الاعمده دي. النموذج ده هتقلبه تحت فاونديشن. حلو. بنفس البتاع دي بس ايه؟ وركينج. نقسم على واحد ونص. تقسم على واحد ونص وتخش على الاكسل برضه وتعمله. طيب قول نموذج عمود واحد وشكرا. ماشي 64 ماشي، انت عايز عرض 20 سم ماشي. ايوه هيديك 20 في حاجه ماشي. طبعا احنا طبعا قلنا ايه عايزين نزودها شويه، ما تقللش عن 20 في 60 ماشي. يعني هو لو اداك كده 20 في 30 وهوكس زي ده، ما تقللش عن 20 في 60 تمام. حلو. يبقى كده 20 في 60، ده كده 20 في 60 كام بقى؟ في كام ده بقى اللي انا كنت عايزك تفهم حوار السكيل، عشان اقول لك احنا ازاي بنرسم القطاعات اصلا. 16 بص انا معاك ملف هنا هديه لك، ملفات هامه اهو كولوم سيكشن اهو. احنا دلوقتي عايزين 20 في 60 صح؟ نجيب 20 في 60 يا باشا. 10 في كام؟ مش مديها لك عشان الفوايد دي انت بتجيبها من التصميم. 16 فاحنا نخش هنا في الاكسل
مدينا اصلا مدينا 3 في 16 وحاجه قليله جدا، تمام؟ يبقى ده كده 16 ماشي. الاعمده ما تحطش 14 كمان، حط 16. ليه في ده؟ بس انت هو انت عملت كده ازاي؟ ولا بس؟ ما هو احنا عملنا ال 64 ده ماشي. لا 30، ال 30 اللي طلعت دي صح؟ يعني دي هي دي فعلا ولا ده دي؟ لا ما هو ده بيقول لك ان هو حمل قليل قوي، يعني الاكسل ده بالبرنامج ما بيفهمش. انت مديله المعادله بتاعت الشورت كله، لازم تبقى عارفها برضه المعادله بتاعت الشورت كله، اللي هي اوين 3 5 ماشي، الاف سي يو في الاريا كونكريت زائد اوين 6 7 في الاف ييلد في الاريا ستيل. وانت بتحط الاريا ستيل دي 1% من الاريا كونكريت، 1% من الاريا كونكريت اللي هي ايه؟ الاريا كونكريت على 100 على 100. هو بيعمل المعادله دي جوه في بعضه، فبيطلع لك الايه؟ اللي هي الاريا كونكريت دي طبعا اللي هي دي في الدي. انا شايف لحد دلوقتي ان الشيء اللي انا كنت بعمله عليه احسن. هتاخد وقت كبير، هتاخد وقت كبير. وانت اصلا دلوقتي انت عارف، انا لما بدي لها مرسة دور دلوقتي بعايزها في يوم ولا يومين، ما باخدش كبير. ماشي براحتك. اقول لك ازاي على فكره، انا ما بعملش بالطريقه دي. طب اقول لك ازاي؟ طيب قول. اخر دوره خدتها مع عمر بقى كان حته معانا كده ما حققناهاش قبل كده، ماشي، اسمها مايكرو. عارف تدوس ويطلع لك على طول صح؟ طب ماشي، طب ما ده برضه ماشي. اعرف الطريقه وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. ماشي بس اصل انا شايف ان ده انا مش فاهمه، عشان كده مش مرتاح. طب تعالى ندخل له حاجه كبيره، تعالى ندخل له 300 مثلا. مثلا بص، طلع لك 20 في 135 حلو، ده عمود كبير حلو. انت ممكن لو خليت ده 25 هيقلل لك في الثاني حلو كده بقى. ده تفهم اديهولك في 110، 50 في 110، 25 في 110. لو انت عايز تزود تسليح، يعني ده كده نسب التسليح، لو انت عايز تزود فيه تسليح ممكن يقلل لك من الاريا كونكريت. هي في 16 ثابته ومثبتها ولا لا؟ طبعا ممكن تغير الاسود ده، ممكن تغير فيه، فاهم؟ تعالى كده نخش. بص تعالى، هو هنا مديك كام؟ 25 في 110 ماشي، 25 عدد ماشي. بص معاك كل القطاعات مرسومه تحت، 25 في 110 ماشي. تعالى يا عم نخش. ما شاء الله عليك يعني. الحاجات دي مش انا اللي عاملها، جيبها جاهزه. ده مش انا اللي عاملها، في واحد هو اللي عاملها وكان بيتهيألي قايم المشروع، انا بشتغل عليه لحد دلوقتي. كوبي بيست، كوبي بيست على طول. بص ده هنا مديك كام؟ بص اكسل اهو ده ماشي. هنقول 25 في متر 10. تعالى بقى نشوف في متر 10، مش في متر 10، متر 10 اهو. شوف بقى هو مديك هناك كام؟ 25 في متر 10 مديك 14 في 16 صح؟ يعني 7 7 يا عم اصبر بس، 14 في 16 ده من اكسل. هنا مديك كام؟ 16 16 سيسير. بس فانت هتقوم جايب ده كوبي وتكتب عليه كده 16 في 16. هو تقريبا بيبقى حاطط سيخين زياده كده كام عامل امان. حلو جامد. خش صمم هنا، هيبقى حاطط لك كمان بزياده سنه. حلو بس يبقى انت كده امنت نفسك بسخين زياده. فشخت صاحب البيت. لا يا عم، انت زودت بس افرض يا عم هو بنى دور تاني. يا عم هم متخلفين، ممكن يطلع لك بدور تاني زياده مخالفه ولا حاجه وكده. يعني انت كنت زعلان من التسييفه بتاعت السيم، السيم بتاعت البلاطه مش مهما عمل مش هيزود فيها حاجه. سيفت انت على السيم زياده. العمدة بس، اصل العمدة بالذات دي العمدة الاساسيه خطيره. حلو. الغلطه فيها بيوقع لك العماره كلها. جو دي تهتم بيها اهم حاجه دي. اوكي ما هي يبقى 16 في 16. بس تعالى بقى نخش كده في البتاع دي، 194 مثلا، 194 ماشي، 25 في 70. او لا بص، كل ما تزود الايه كميه الخرسانه الحديد بيقل. حلو فاهم؟ يعني لو انا دلوقتي عايز ازود نسبه التسليح، بص اهو كل ما ازود نسبه التسليح اللي هو ده، كل ما ازود نسبه التسليح اللي هو ده القطاع الخرساني بيقل. خليتها واحد علامه 6 القطاع الخرساني يقل، خليتها واحد علامه 3 القطاع الخرساني زاد. بتاخد انهي قطاع طيب؟ بمزاجي بقى. انا دلوقتي قول مثلا هاخد 25 في 70، ما هو ده اللي هو الراجل كان بيقول لك عليه في ايمن الزهيري. افرض القطاع الكبير بتاعك ضرب لك في الشباك، خد الصغير هتعمل ايه انت بقى؟ كل ما تزود الحديد يقلل لك القطاع الخرساني. شايف المعادله اهي؟ صح اهو بي صح. فهمت. كل ما انت تزود التسليح ده هيروح هناك بالسالب، هيقلل الخرسانه. هيقلل الخرسانه. فهمت 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 فهمت.
بس يعني ايه انت مثلا دلوقتي يا اما تاخد حريد عالي يمسح كده عشان كده عشان كده هتفضل تفضل تكتر في التسليل لحد امتى نسبه بقى نسبه الكود بقى اللي ما تزيدش عن كده هو 4 5 6 اللي احنا قلناها لان اقل تسليح في العمدان هو 1% المفروض يعني اقل تسليح 1% في الكود في الكود موجود اوبنت 8 على 10% بس هو احنا ناخدها 1% اقصى تسليح اللي هو 4 5 6 من جوه لبره وسطي طرفي ركني حاجات دي الواحد ما عنده درسها ولا فاكر فيها كلمه هو ده اللي انت مصمم بيه لازم تفتكره لازم تقرا الحاجات دي كويس جدا حاجات دي كده بيدك ولا جايبها بيدك؟ اه الحاجات دي انا اللي عاملها كنت عاملها للطلبه بتوع المشروع بتاع 2013 وصلنا بقى لحد فين؟ ال احنا كده خلاص جبنا صمام آه. العمد ثانيه واحده بقى هو يا عم 20 في كام في 70؟ اه 190 20 في 70 ماشي 20 في 70 ادك كام؟ 9 فاي 16 خد على اقل حاجه وشوف هناك هيديك كام اهو 25 في 70 اهو 20 في 70 ماشي ما هي هي مش هتفرق كتير قوي يعني احنا عاملين هنا 25 اداك 12 ماشي يبقى 12 في 16 هتاخدها 12 في 16 بس كده ال 25 مش هنا 25 برضه انا عاملها 25 20 ولا 25 25 23 ماشي هنا برضه 25 ماشي ويبقى كده الرصه موجوده و... اه هتعمل تخلي بالك بسكيل واحد لواحد هسيبها كده هقول لك انا ازاي اخدها هناك عشان كده انت خلاص فهمت دلوقتي حوار التصميم خلاص احنا دلوقتي بنحددها في صمم عمدا اه سيبك من التصدير بقى والكلام ده التصدير بتاع ال السيف السكسس التصدير بتاع الساب بيصدر عادي وبتعمل اوتو ريليبل والهاكس اللي انت كنت سمعته ده اه هنا ممكن اولا يضرب معاك ثانيا هتحتاج ان انت تعمل حركه بقى بص لما تظهر الليبل انت بتاعت البوينت ريليبل وانت ليبلز هتلاقي حاجات بقى غريبه ظهرت وبتاع وهتضطر بقى ان انت تعمل في ال 3 دي بص النقط عامله ازاي لما تيجي تصدر هتلاقيها بالارقام اصلا فهتضطر بقى تمسك كل نقطه تكليك يمين عليها هيظهر لك ويندو تكتب ال 1 ده بقى طبعا لازم تفك الرن تقوم ماسك ال 61 تخليها سي 1 جليلة اه وتقوم عامل كليك يمين هنا تلاقي 55 او 10 او ايا كان تزوم عليها كويس وتجيب ال 55 دي ماشي كليك يمين يعني ماشي مظبوط هتلاقي لك 55 تقوم غيرها سي 2 ليلة طويلة اللي احنا عملناه ده اسهل طريقة ابسط طريقة اسهل طريقة انت هتستخدم فيها السيف حلو ماشي اعمل حاجه اهو خدنا بقى العمود انا اه خدنا العمود يا عم اهو كنترول سي هنودي اهو رحت المحاور عامله بتاعتنا اه ده واحد لواحد اه ده احنا هنشوف بس هنا ده مضروب في كام عشان نشوف هنعمله ازاي ها مضروب في كام مضروب في 5 طب اعمل انت عشان اشوف انت فهمت اللي احنا قلنا عليه ولا لا طب اعمل سيبك من ده الاول خمسة وعشرين يبقى نضرب في 4 يا ابني ده لسه ما اتضربش في حاجة انا هخليها لك اهو يا عم عشان يبقى زي التاني ماشي؟ اه عايزين نخليه زي ده كبير يبقى زي ده ابص 20 في 70 ده عايزين يبقى 20 في 70 زي ده بالظبط حلو يا باشا هو كده باذنك وتشيل ده 12 في 16 هو ده اللي انا بقول لك عليه بص لما تشيل دي ونجيب دي اللي هي ام وينشر ثانيه واحده وانت 1 2 5 ماشي هاتها يا عم اهو وتحطها اول ما تيجي تحطها وتعمل سكيل هتضرب معاك ممكن تسيبها للاخر تسيبها للاخر حاول انت كده تعملها طيب احنا بقى هنجيب دي الاول نعرف منه هو مضروب في كام لا ما هو ده مش هيبقى معاك اصلا ما انا كده كده هشتغل لوحه قديم صياعه ماشي ماشي هذا ماشي ايه رايك
بص بص طيب عشان عشان انت تبقى انت عارف عارف ده الاعمده بالذات عشان تبقى صغره يا هتضربها في 2 ونص يا اما 4 يا اما 5 حلو ماشي 2 ونص او 4 او 5 حلو ويفضل يفضل 4 او 5 عشان يبقى اكبر كل ما يبقى اكبر كل ما يبقى اوضح خلاص يبقى انا ممكن اعمل حاجه بسيطه جدا بما ان هضرب على طول ماشي هقوم داخل على ال على البعدين دولت وجاب البروبرتي ماشي ودرج في الرقم ده طب اعمل اعمل كده وشوف انت هتعمل ايه اعملها والله لما تغلط هتتعلم طيب بص يا باشا هنعلم ده وبنجيبها منين من الاختيارات بال مو انت مو انت انت معلم على كذا حاجه عشان كده ما جابهالكش والله انا مش عايز اغلط دي بس ال برايمري يونتس هنا واحد ماشي يعني نضرب في 5 طيب ما يبقى 1 على 5 ماشي 1 على 5 تساوي 0.2 يبقى هنضرب هنا 0.2 جميل انتر ماشي ايه اللي حصل بقى كده البعد كبر انت لسه كده بعد يخرف عارف ليه يخرف عشان انت لسه عملتش سكيل طيب يبقى ازاي بقى يبقى انت ممكن تسيبها زي ما هي كده حسب كده انت ممكن تعملها كده فعلا زي ما انت عملت قبل ما تضرب في سكيل عادي ايه المشكله ماتش بروبرتيز اهو طبعا دي لسه زي ما هي اهو الاثنين كده خرف بس بعمل لهم سكيل 5 بقى انا بصدر ما تلاقيها مظبوط 20 و7 يعني سكيل الاول او بعد مش فرق مش فرق اه عادي طبعا نظبطه كده ستريتش بس خلاص بعد ما خلاص اتعمل كده ماتش بقى طبعا للحاجات دي كلها او ماتش من اللاير دي عشان دي بتظهر تقيله في الطباعه اللي جوه دي طبعا ممكن تعملها ايزوليت عادي جدا كوبي بس العمود تاني كوبي اهو طبعا عشان دي ما تكبرش منك تجيبها بعد البتاع بعد المسكين دول كانوا كام؟ 2 4 6 8 10 12 12 في 16 اهو وتجيب ال 7 في 8 بتاعت الشير اهي كانت في الأعمدة تبقى ثابتة 7 في 8 6 في 8 مش مشكلة تكتب ملحوظة مثلا إن تكثف الكنات عند البلاطات من بعد البلاطات يعني عمود أهو بلاطة حط تكثيف كنات هنا ومن فوق ومن تحت قد إيه؟ متر ولا مش ممكن يخليها 9 في 8 في المعتاد لمتر مثلا متر ولا بيعملوها متر اه بالظبط كده طيب اعمل بقى عمود تاني كده بسرعة ده أنت بقى اللي هتعملها لا ده أنا عايزك أنت لا أنت اللي تعملها احنا عملنا أهو هات مثلا عمود تاني 85 مثلا هات انت بقى كده بص يا باشا هو ايه التعليم الغريب ده طب انا عايز ماشي هات كده كنترول ثواني ثواني تالت التعليم ده غريب اوي كلاسيك بقى قصدي ارجع زي ما كان طب اشمعنى معايا انا ما بيعملش كده اهو كنترول سي ماشي كمل هخش هناك نفترض مثلا نحط هنا كنترول في ماشي يا باشا احنا معلمينه ليه بقى انت ما ترفعش الماوس قوي ما ارفعش ازاي انا ما ينفعش خالص اصلا انت حاسس كده ايه المشكله اهو انت بتجيبها كده ازاي مش عارف انا سريعه مثلا ما اعرفش والله ما يا عم مش مشكله ان كان بلا تيجي المهم سكيل اس اس سي اس سي انتر مثلا نقول ايه قول في 5 خلاص ماشي احنا كده جبنا السكيل وتقريبا كده ايه وعشان الدايمنشن دي غير دي ماشي اعمل كده ماتش كده اعمل كده ماتش
ماتش ماتش ام اي انتر. استنى ام اي انتر حلو اخد دي. ايوه اعمل ماتش معلي هناك هتظبطها. بس ظبطت زيها بالظبط. بس هذا اللي ماتش اللي تحت بقى ديمنشن بس الرقم مش هو بس 85 هو ده اللي احنا عايزينه. بس اتظبطت يعني ضربت في سكيل بس ظبطت الماتش ظبطت البروبرتي بالظبط. انت كنت عامل واحد قبل كده اه لما انت عملت واحد قبل كده تعمل ماتش على طول على اللي بعديه. انا ممكن اروح حاجه صايعه بقى ايه اجيب لوحه مجهزه قبل كده واعمل مثلا كوبي منها ماشي حلو واعمل ماتش للابعاد واضرب في السكيل وخلاص. ماشي ممكن تعمل كده عادي. ايوه هتقول ايه الناس مفيش مشاكل. ما هو بس ابقى فاهم الحاجات بتعمل ايه. اه خلاص اوكي تمام خلاص. جايب دي كده وجايب دي كده كاتب عليها ال 14 في 16 وماتش اللون وماتش الالوان خلاص. طيب كده خلصنا الاعمال ماشي. هو بقى عامل لك المسافات المينيموم بتاع المسافات وكله هو عاملها ورسم لك الكنايات وعامل لك كل حاجه. لك واضح انه حاجه اقل مسافه برضه عشان تبقى انت عارف. اقل مسافه بين سخين 15 واقصى 30 اقصى 30 او 25 بس كده. الحاجات دي مكتوبه عندك هنا او اقل. استنى سيبك من دي. اكبر مسافه من فرعين كانت 30 ل 35 30 بس. اكبر مسافه من فرعين كانت 30 واقل مسافه 15. لا عشان اتزعلت فيها في المشروع. لا اقل مسافه بين سخين اللي هو الـ مش بين سخين بقول فروع كانت. فروع كانا؟ اه 15 سم. لا قولنا كده اقل مسافه ما بين فروع كانا. ماشي ممكن 15 بس يعني انت ممكن تعمل كانا حبايه اصلا. اه انت ممكن تعمل كانا حبايه يعني هي ماسكه سيخ واحد بس. صح ولا غلط؟ صح بس 7.5. لا ما من اسم الاجابه بتاعتها ان انت ممكن تعمل كانا حبايه. ماشي يعني أوه. ملاش مسافه اصلا. ملهاش مسافة. ممكن السيخ يبقى 12 ممكن السيخ يبقى كذا. أكبر مسافة بين سيخين غير ممسوكين هي 15 سم. أيوة. أكبر مسافة بين سيخين غير ممسوكين يعني 15 سم. هقول لك دي معناها إيه؟ أنا هقول لك امسك سيخ وسيب سيخ زي ما كانوا بيقولوا. أيوة النهاردة في يعني بس هنزود فيها حاجة يعني لو زادت عن 15 سنتي نعمل ايه بقى؟ نمسك سيخ ونسيب سيخ. عجبتك استنى استنى ايوه لو زادت عن 15 نمسك سيخ ونسيب سيخ تمام؟ لسه الجمله دي انا فاكرها من المشروع. امسك واحد وسيب واحد. الكفر 2.5 قال تسليح اقل. انا اكيد كاتب مش عارف. مش اكبر مسافه بين سخين هي 25 سم. ده دي يا حد في مش استعملها. انت عملت عنده انت نزل اهي يعني عدلت. ماشي زائد اقصى مسافه بين سخين هي 25 سم. بس الكفر 2.5 سم في الـ في الـ في الـ في الاعمده والبلاطات والكاميرات 25 2.5 سم في الاواعد 5 سم او 7 سم 570 حته حسن قنديل بقى اشوف فاكره ولا ناسي. ماشي هو ده بيظبط لك كل حاجه وبيظبط لك كمان الكنات اهي عامل لك كنات مظبوطه يعني. بص بص تعالى نطبق عملي على ده عشان برضه تبقى فاهم. 90 لو عايز احنا دلوقتي ما عندناش كنات ولا عندنا الكلام ده عايز ترسم انت عمود من الالف ليه قطع عمود. اه 25 في ايه؟ في 90. 25 اقصى مسافه بين سيخين قلنا كام؟ اقصى مسافه 25 فاحنا عندنا دي 25 فاحنا ممكن نحط اثنين مش هنحط واحد في النص. حلو نحط انت واحد في النص. ممكن نحط لو زاد عن 30 بداية من 30 ممكن تحط او لو زاد عن 30 يعني لو 30 برضه ممكن تحط عشان يبقى 15 و15. حلو دلوقتي 90 رصيناهم كده رصينا 14 7 فوق و7 تحت. بعد ما رصينا السبعة كده بص عندنا بقى عندنا كام مسافة 1 2 3 4 5 6
رصيد 7 يبقى ناقص 1 يبقى المسافات اللي بينهم 6. بص 90 ناقص 2.5 كفر يمين و 2.5 كفر شمال يبقى 80 سم. ايه ده؟ يعني 5 سم يعني 85 سم. 85 على 6 تلاقي لك 14 علامة، يعني 14 علامة 2 يعني أقل من ال 15. أقل من ال 15. استنى استنى انا افتكرت، استنى لازم تتعمل في محفوظة تانية للأسف. خمسة لو زادت عن 15، لو زادت المسافة اعمل بس عشان عنده لو زادت المسافة عن 15 خمسة نمسك سيخون سيبسي ماشي. لو اقل لا استنى استنى ايه الخطس ده بيدو كده لو زادت المسافة عن 15 اعمل بس اعمل كده اندو تاني اندو من الاول خلاص لو زادت المسافة عن 15 نمسك كل سيخون سيخ الاسياخ ماشي. لو قلت عن 15 هي دي بقى اللي احنا بنتكلم فيها. لو قلت عن 15 نمسك فين تمام عارف ليه؟ لان المسافات قليله. فانت هتجيب بقى لحد الاقصى لل 25. استنى بس لو زادت مسافه عن 15 هنمسك كل، لو زادت ايوه كل مسافه تكبر هنمسك كل الاسياخ. لو قلت عن 15 نمسك سيكون سمسيف ماشي. نعمل كده نعمل ان اقصى مسافه دي في حاجه لوحدها رقم 6 بس اقصى مسافه بين سخين 25 كده كده ماشي ماشي. خليها بس كده دلوقتي ماشي. اكبر مسافه بين سكين غير ممسوكين هي 15، هي نفس الكلام. اكبر مسافه بين سكين غير ممسوكين هي 15. ليه بين سكين هي 25 دي زي دي بالظبط؟ بص اكبر مسافه بين سكين دي هي دي. تمام ماشي يعني اقصى مسافه بين سكين ماشي ماشي هي فعلا. هنجيب دي ماشي. دلوقتي احنا لقينا المسافه كام؟ 14. يعني ساعتها ممكن نمسك سيخ وتسيب سيخ، واحنا بالفعل ماسكين سيخ وسيب واحنا بالفعل اهو في النص اهو في سيخ غير ممسوك واللي جنبيه ممسوك ماشي. ده ممسوك وده ممسوك برضو عادي مش مشكله. اهم حاجه في النص ده مش ممسوك خالص، معنى كده ان احنا مسكنا سيخ وايه وسيبنا سيخ فهمت. لو طلعت معاك بقى، لو طلعت معاك المسافه دي 16 مثلا بتربط كل الاسياخ. تعرف هو عمل كده ليه؟ ليه؟ عشان دي ما تدخلش معاني. ازاي؟ مسك ده هيسيب ده، طب مسك ده سيب ده، مسك ده. تعال نتخيل ان المسافه عندنا، تعرف كان ممكن يعمل ايه؟ تعال نتخيل عن لو المسافه دي عندنا اكبر من 15. لا على فكره كان ممكن يعمل حاجه حلوه قوي. ايه؟ ارجع كده تاني. تعال نتخيل ان المسافه زادت عن، يعني هنربط كل الاسياخ، هنعمل ايه؟ تعرف بس اقول لك حاجه بسيطه. هو اصلا نفترض يعني اولا مش دي طلعت 14؟ اقل من 15. حلو جدا. يعني هو لو كان مسك، يعني ربط سيخ وتسيب سيخ. يعني لو كان مسك ده وربط ده، كان مسك من هنا لحد ده مسك ده ساب ده مسك ده، كان واحده كده في سيخ في النص مش ممسوك. طب ما هو ده ممسوك ده مش ساب ده ممسوك ده مش ساب ده ممسوك ده مش ساب ده ممسوك. قصدك حتى كان واحده بس من جوه يعني؟ ممكن كده بقى حققنا ايه بقى؟ ممكن. اقصى مسافة بين سيخين ممسوكين صح عندك حق 30 صح، او اقل من 30 لان هي كانت 14 اصلا. لا اقصى مسافة بين سيخين ممسوكين 30 ده اقصى. انت كده عملت سيخ ومسوخ وسيخ ممسوك. اقصى مسافة بين سيخين مسكت ممسكتش مسكت ممسكتش ممسكتش فهمت؟ تخيل بقى ان ده مسافة اكبر من بتاع
هيمسك كل الاسياخ. هتمسك كل الاسياخ، هتعملها ازاي بقى؟ واحده هتمسك ده لده، وبعدين لا ما تعملش كده، تحاول تمسك يمين وشمال. يمين وشمال، يبقى همسك دهمت مع بعض كانه، ودهمت مع بعض كانه، وهنا حبايه. تمام، يبقى هنا الاربعه دول بكانه فعلا زي ما انت بتقول، وهنا بكانه زي يعني دول نازلين كده وفي النص بحبايه. تمام، دي فكره كويسه جدا. ممكن اعمل حركه قاسي ايه؟ ممكن تمسك دهمت دولت كده بكانه. يبقى انت مش هتعمل، مفيش حد بيعمل كانه كبيره كده خالص. كبيره كبيره فعلا. ممكن دولت بكانه، هو اسلم حل الحبايه لحد دلوقتي بالظبط، ده احسن حاجه فعلا عشان ايه ما نكبرش. بالظبط، ده لو اكبر من 15، اقل من 15 بتعمل اللي هو اللي قدامنا ده. بس كده كده انت فهمت معظم الحاجات. بس هتخش على القواعد يا عم. ايش يا باشا على القواعد؟ ماشي. معكش انت بتسمع القواعد على الشيت؟ برضه كله. انت مفيش حاجه على الشيت بايدي خالص؟ مفيش حاجه بايدي؟ ما انت لازم تكون فاهم عشان تعرف تعمل بالشيت. وانا مش فاهم. طب ما هو احنا قلنا معدل التصميم العميد اهو. هي المعادله دي مفيش غير راجل ابن التيت لما رحت قلت له انا بصمم بالشتات مش عارف قال لي طب لو عايز تشيك قلت له ايه؟ قال لي كده قلت له ماشي مش عارف اتفلت اصلا. اصلا كنت رايح كنت مقفول من يوم شغلي كمان بترجع على الموقع طلع عيني كنت رايح كده حلواني عارف اللي هو ايه يعني ما رضيتش احرج الناس اللي جايين من الشغل يعني. رحت دي المره استفح على عيني انت كده مش صادفه انت ست صادفه سنه ويقوم روح معلش يا عم تعال يعني ربنا يسهل بص بتاع بقى مش مشكله الاريا ميثود بتاعت العمدان هقولها لك نعمل دلوقتي انا هخش على الاساسات عشان انا فعلا بخف في الاساسات. في برنامج كده كان الدكتور بتاع الدهولي انا مش عارف صح ولا غلط اسمه الكود المصري لتصميم الاساسات الكو اي بي تقريبا ده هو ده شفت بقى قبل كده عادي بيطلع النتائج عادي جميل جدا جميل وحلو والله بس الشيت اللي معايا ده اسهل منه بكتير طب خلاص خلينا في الاسهل اصل انا كده افتحه برضه كده انت عايز دلوقتي انت عايز الاريا ميثود دلوقتي عايز تحسب تتشيك على ان العمود بتاعك صح ولا غلط ممكن ليه لا نتعلم الاريا ميثود قولي رايك لا انت لازم تتعلمها مش مشكله المفروض تجيبها من بين العمودين دول بص انا محتاجه اكسل لان يعني كل سنه ان شاء الله يجيب لك خط لا بدايه ولا نهايه لي بيجيبوا من بين ايه بقى؟ من بين عمودين بص احنا ممكن نعملها اهو ريكتانجل اهو مش هو العمود شايل كده فعلا؟ فعلا وانا عندي الليست بس انا عايزين نجيبها مظبوط بالملي مش هنعمل فيلد بقى وبتاع طيب معلش انت الاكس يعني الاكس ايه اللي ده؟ بتحطه بين ايه وايه؟ بين عمودين بين عمودين بس فاهم بين عمودين بالظبط المفروض ده يبقى كده هنا ما هو في البتاع بتاعت المثلث دي اللي ظهرت بتاع المثلث زي ما كنت تكون في الخط يعني تحدد النقطه او النقطه الثانيه اهو خط انا مقطع اهو فاهم حاجه اهو يا عم كونستراكشن لاين اهو كليك يمين بتوين تو بوينتس ايوه ده اللي انا اقصده طلع عليه بالظبط عادي هات الطريقه اللي تعجبك طيب انت جايب انا طريقه ماشي ايه اللي كونستراكشن لاين كونستراكشن حلو اهو كان في علامه مثلث دي معناها ان المفروض ميد بوينت ما انا كنت عايز اعرف ايه النوت بتاعه اللي هي بالنسبه له يعني بتوين تو بوينتس اهو انت عايز تجيب العمود ده يبقى من هنا بس فيل بقى فيل ولا اف بس؟ اف بس بس اهو يا عم ليست انت جبت دلوقتي الاريا قدامك كام؟ ايه 11 بوينت 3 الرياكشن بتاع العمود ماشي 11 علامة 3 ماشي ايوه ده اللي هو الاريا الاريا فين الرياكشن؟ في الرياكشن بيساوي الاريا في واحد علامة واحد خدها واحد علامة واحد خمسة اشمعنى؟ ليه بقى؟ او واحد علامة اتنين كمان بص واحد علامة واحد علامة واحد خمسة او واحد علامة اتنين دي افرض فيه قمر ما انا دلوقتي هضرب في الدبليو التيميت بتاعت البلاطة الدبليو التيميت بتاعت البلاطة دي بتحسب لوحدها دبليو التيميت دي بلاطة مثلا كيس في كم كيس دي بلاطة 20 سم او 22 زي ما احنا كنا عاملين واحد علامة اربعة
الكود المصري لو الكود الامريكي بحط علامه 2 ماشي فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم والله معاك والله. ماشي 0.22 في 2.5 2.5 كونكريت اه زائد الفول كفر 0.2 زائد 1.6 في اللايف لود 0.2 تمام زائد 0.45 من الاخر 1.4 ماشي ماشي 1.4 في الوول 0.2 ده وول ده في الاخر تقريبا بتطلع 0.45 طن تقريبا اللي هو ايه مع ايه؟ كل ال W دول غلط من ده لا طبعا نحسب هيطلع لك واحد اهم حاجة وممكن بتوصل لاثنين طب نحسب وبنت 4 في بنت 2 في 2.5 في بنت 2 تساوي زائد 1.4 في بنت 2 تساوي زائد 1.6 في بنت 2 تساوي لا كبيرة وبنت 7.5 تقريبا المهم ان كان بعد ما خلصت الترم كتير مش مشكله ماشي ماشي مثلا 3.8 مثلا ماشي 0.8 دي هتحطها هنا حلو يبقى الرياكشن بتاع العمود ده ما هو ده تخيل ان العمود ده شايل ايه العمود ده شايل ايه شايل بلاطه وكاميرا لو انت بتشيك على عمود زي ده طيب وفين حمل نفسه ما هو الواحد على ما هو ده اللي بتكلم فيه دلوقتي اوب تمام. ماشي العمود شايل هيبقى شايل كده العمود اللي فوق ده حلو لو كده كده المساحه كبرت فهيبقى شايل اكتر لا اسمعني ماشي شايل كده شايل بلاطه بس صح حلو يبقى تعرف واحد على واحد شايل بلاطه وقمر زي ده 1.5 واحد من 1 ل 5 واحد من 1 ل 2 فاحنا بنزودهم يعني بنخليها 1 على 2 سيفنج اكتر لان هو بيبقى شايل مش شايل بس بلاطه بس بيبقى شايل كمان معاها خيطه يعني تمام او كبر دماغك يا عم وخليها 1 على 1 طالما انت طالما هي بلاطه فلات سلاب يعني الكلام ده بيبقى في السوليد سلاب عشان بيبقى عليها ايه كاميرات وحوارات العمود اهو لما تيجي تعملها كده تحسب ده بيقط من بتاع دي لازم تبقى واقفه على رقم 2 عشان الكاميرا اللي حواليها لكن فلات سلاب كده كانت مسايح حمل الحوائط على البلاطه حلو فتعمل 1 على 1 ماشي في الدبليو الالتيميت هو 0.8 هيديك رياكشن في الدور الواحد بس تضرب في عدد الادوار يديك لو في عدد الادوار مثلا اللي هو 6 يبقى اهو 12 على 3 1 على 1 في 0.8 في 1 في 6 ادوار هيديك 60 طن ماشي في ايه في 6 ادوار تمام كده اتفهمت تمام 300 قدره تحمل التربه هنفترض ان هي متر ونص قصدي ايه كيلو ونص دي بتجيبها منين من تقرير التربه فده ان هو معاك تقرير التربه تعرف منه لو مفيش تقرير خدها 1.5 عشان هنا في السعوديه بتبقى كبيره يعني ماشي هنا كام؟ احنا قلنا الالتيميت الوركينج قصدي يبقى 194 على 1.5 ده كام؟ 129 على 4 ماشي العمود ده كام؟ 129 مش 194 129 ماشي ده عمود كام؟ احنا قلنا كنا يعني 25 في 70 الاكستنشن بتاع البي سي احنا قلنا فاهم ده بتاع ايه؟ توتي سمك العادي بالظبط يبقى زيه مش هو اهو اتفقنا هي جايه سمك العادي لو دي قاعده وفي الغالب يبقى 10 سم وفي الغالب يبقى 10 سم اللي هو الترطافه بتاعت البتاع ده لو رسمت انت كروس سيكشن اهو مش هيبقى 1:1% بالظبط الله عليك ماشي لو انت مكبرها عن ال 20 سم المفروض ان القاعده دي تشتغل معاك لو انت قايل لك كده يبقى مش هتشتغل معاك اصلا مش فش نفه بس بالظبط هتخليها 10 و10 ماشي سمك 60 او 50 هنشوف 50 اهو 50 تي ايه 50 سمك مسلحه اللي هو ده بتبتدي الاول شغل تخليها 50 يعني كده 10 وتسيف سيف خلاص بالظبط بص 10 اهو 10 و50 اسيومين بالظبط وتشوف مش سيف ولا لا مش سيف اهو سيف مش سيف على السوء الاسترس ده اللي هو ايه؟ اللي هو اهو بص اللي هو القدره بتاعت 29 100
29 لما باع بيسمى طبعا على الاريا دي اللي احنا جبناها اللي هو جابها. ارسم بقى العزم كده مش ستريس بيسوي فرصه على الاريا. لا ارسم العزم، ارسم العزم اهو هنا في بتاع ده كابولي وده كابولي اهو اهو كابولي وكابولي ولو حاجه تانية يبقى احمر كابولي اهو كده وكده امين على الاثنين صح؟ اه دبليو ال سكوير على الاثنين اهو في هنا في هنا رد فعل تربه اهو ده كابولي في هنا رد فعل تربه اهو نجيب لك رياكشن يبقى المومنت هنا ماشي اللي هو المفروض دي لسه من فوق كده دبليو ال سكوير على الاثنين صح سام فوق ولا لتحت؟ المومنت ده هيبقى دي لسه من تحت ماشي ابعاد القاعده انت خليتها دلوقتي 50 ماشي ايوه 6 في 16 كله مسافه معاك تعالى بقى نكبر لما نكبر ده نشوف هيحصل ايه على 50 تمام فرضتها 50 مش مسافه خليتها 65 برضه اون سيف 65 اون سيف 70 في حاجه سيفت حتى لا البانش انجليس ده انا مش مسافه 80 سيف بحمل كبير بحمل كبير تمام يبقى ايه سيكونس 80 تفليه عندك طبعا 16 ده طبعا كبير في 10 في 16 على المتر خليها ايه 18 هنا 18 بقت حاجه معقوله 8 في 18 حاجه اولى اهو في سيكونس 80 و10 ومعاك الداتا بتاعتها مديك اهو الدايمنشن بتاع البي سي ومديك الدايمنشن بتاع الارسنال جبت القاعده خلاص اهو دي كده 70 طبعا هتطرطف منها 10 10 10 يبقى ايه يبقى 90 94 ده 94 اهو ده وشوف ده كام 4 يعني اهم حاجه انا شايف ده الاول من ساعتها بتطلع بره بقى تعمل جدول هو قاعد حاسب كده جدول قواعد زي ده كده الاعمده الاعمده تاخد جدول زي ده تكتب عين واحد اللي احنا جبناها دي اهو هي نفس القاعده واحد 20 في 60 مثلا 10 في 16 حلو 7 في 8 على المتر واحد الحاجات دي جاهزه كلها اه تاخدها كوبي بيست على طول بتعدل فيها العين 2 شوف انت طلعتها بكام 20 مثلا في 70 10 في 16 طبعا انت راسم خلاص راسم استطعت هتعبيها كلها في جدول تصميم بقى الكاميرا يا باشا بس ما تعرضناش لها ماشي ماشي ازو ازو بس ازو تسليح الكور ده تسليح الكور ماشي كده القطاع ده ايوه كبير الكور ده كبير ومش شايل زلازل مش شايل زلازل هو بس عشان خاطر ماشي فانت سلوح على 1% لما تسلوح على 1% هيسيف معاك على طول حلو لو دخل زلازل من دور السابع اه ابتدائي من دور السابع طيب احنا كده هتشوف زلازل عايز بقى تسميها سي سايكلون ماشي عايز تصممه اللي تبسي فيه تصميم اللي تبسي نفسي وتختار له كود كود امريكي مثلا وتقول له صمم على 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 الحالات التحميل اللي موجوده اللي انا مدخلها لك المحاور ديزاين على طول يقول لك يقول لك طيب ازاي سلوها بقى على 1 من 10 او 1 عايز سلوها تعرف ازاي تسلوها على 1% ماشي ازاي صممها بص ممكن تاخد دي كده لوحدها تاخد دي لوحدها تاخد دي لوحدها وتجمع الارقام اللي هي اللي مثلا يطلع لك يطلع لك هنا رياكشن يطلع لك هنا رياكشن يطلع لك هنا رياكشن صمم كل واحده لوحدها بتعمل ايه؟ ماشي انا بقى انا بقى بجمع يعني بتاع ده باخد هو دي كده في هنا اريا كونكريت معاك حلو بصمم على 1% دي تصمم بقى كده ازاي؟ ازاي؟ بقى الاريا كونكريت فين الاريا كونكريت؟ طلعها لي اللي هو الثلاث مستطيلات دول بالظبط طلعها من البرنامج اه ممكن تعملها مستطيل مستطيل او ثانيه واحده او ليست بالبولي لاين ليست خلص اه اهو بولي لاين ليست بولان الاول هو اصلا بولان اه الاريا واحد 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 بونت اتنين متأكد واحد رقم 12 ماشي ده كده متر مربع حلو انت عايز تخليه عايز تخلي الواحدة بتاعتك ملي متر مربع هتعمل ايه؟ واحد على واحد اتنين في ألف تربيع ماشي؟ ماشي واحد على واحد اتنين
هيديك رقم كبير. ماشي، ده بقى اللي انت هتسلم عليه المفروض. ده كده الاريا كونكريت. ماشي، انت بقى عايز تجيب الاي اس تي صح؟ عشان نقول 1% الاي اس تي بيساوي اريا كونكريت على 100. ماشي، حلو. يبقى هيساوي ده كده على 100، يعني 120 0 صح. ماشي، تقسم ده بقى على ايه؟ ده على باي على 4. عشان تجيب بقى انت مثلا عايز تحط قطر فاي 16، باي على 4 فاي 16 تربيع، هيديك القطر، قطر توتال، قطر ال ماشي 100. ماشي، 200 على باي 4 في 16 تربيع يديك كام بقى سيخ؟ 56 سيخ. ده توتال. توتال يعني ايه؟ توتال نمبر، يعني متوزع كله. حلو، هسيب على المتر. تقول مثلا 6 في 16 متر او كذا، تعمل ايه؟ ده ديست هديك البريمتر 11.16. قسم بقى 56 على 11 علامة 6 هديك 5.16 متر. ماشي، بس ده كده 1%. بس يا عم اصل ده مبنى معلهوش زلازل. لا، كان برج. يا برج كام دور؟ 13. طيب ماشي، ما ده طبعا عشان هو عليه زلازل وعليه مومنت وبتاع، فهو لازم يعمل لك الحركات دي. يا عم اصل هنا ادوار، 3 ادوار، 4 ادوار، بالظبط في 1% هيكفيك على طول. طيب يعني ده الكور، ودي لقيت معاك 5 16 عايز تخليها 6، مفيش اي مشاكل. 6 16 على المتر سيف اكتر يعني؟ اه زي الفل، يسيف معاك 10 10. حلو، الاساسات بقى احنا دلوقتي جبنا الابعاد خلاص. لازم بقى تشوف الفيديو بتاع عمر عبد العزيز اللي هو بيرسم القعده ازاي؟ بيرسم القعده ازاي وبيعمل ترمس ازاي؟ ملوش دعوه بالشيت. لا ملوش دعوه بالشيت. امين، شوف. ماشي الفيديو بتاع عمر عبد العزيز. ليه بقى؟ ليه؟ عشان تتعلم الرسم. عشان تتعلم اولا رسم القواعد والحصر والترمات. ايوه اوكي. اتنين، رسم السملات. السملات صح. تمام؟ اوكي. وامتى بتعمل ترم من فوق القعدة؟ امتى بتعمل ترم من فوق القعدة؟ لو البتاعة دي وصل لحد طرف العمود من فوق. ماشي؟ وامتى انت بتخليها مع القعدة؟ لو هي في نفس المتسوب بتاعها. لو انت مع الرقبة العمود. هنا بتفتح الترم. هنا بتكمل. يعني هنا القعدة لو كده وبتقوم فاتحها. فاهم قصدك. هنا ده بيكمل لحد العمود من فوق. فاهم يعني، فاهم. واضحة. ماشي؟ اه. الحاجات دي مهمة. فاهم. يعني لازم تبص عليها. فاهم. اوكي. وخلي بالك وظيفة السملات ثلاث حاجات. إن هي بتشيل الديفرنشال سيتلمنت. بتخليه لينير. متوازي، متجانس، هنا موجينيوس. ماشي. الديفرنشال سيتلمنت. ماشي، تاني حاجة بتشيل حوايط الدور الأرضي أو المضروب. حلو، وربط الأواعي. تشيل حوايط وربط الأواعي. فانت اول حاجه بتاخد اوائل الحوايط بتاعه الدور الارضي او المضروب، خدها كوبي تحطها في الاواعد، بعد كده تبتدي تعمل استرتش. حلو، مش كده؟ حاسب زي فيديو عمر عمال بس هو عملها كده، جاب الحوايط بتاعه البتاع عشان يعرف يرده بالظبط ويعمل استرتش، بعد تبتدي تعمل السملات. اوكي طيب، ايه تاني؟ الكاميرا انت عايز تسلح دلوقتي؟ تسلح ايه؟ تسلح ازاي سوليد سلاب وتجيب تخاناتها؟ اه ماشي، وتسلح ازاي كاميرات مانيوال والفلات والبرامج ازاي مانيوال برضه والبرامج والهولو بلوكس ده ليله. عايز شرح لوحده، ممكن قعده ثانيه تلعب الكلام بكل الكلام ده.